السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم مشاهدينا بكل خير، أهلا بكم في عدد جديد من برنامج هذا الصباح، يأتيكم مباشرة عبر الإخبارية الجزائرية وتتابعون فيها. في ركن صحة سنتطرق إلى التغذية الصحية والسليمة لتقوية جهاز المناعة في ظل وباء كورونا كوفيد-19، بالإضافة إلى آخر مستجدات الوضعية الوبائية بالبلاد وضرورة التلقيح لتحقيق المناعة الجماعية. في البرنامج متابعة لمجريات عملية التلقيح الرابعة لمنتسبي قطاع التربية على مستوى عدد من ولايات الوطن في يومها الرابع. كما سيكون لنا نقاش مع رئيس المرصد الوطني لليقظة بوزارة الصناعة الصيدلانية حول جدلية توفر أو نقص الأدوية الخاصة بوباء كورونا عبر الصيدليات. أما ركن تكنولوجيا فسيسلط ضوء على دور حاضنات الأعمال التكنولوجية في دعم المؤسسات الناشئة. التجربة الرائدة في محاربة الأوبئة والأمراض والمحافظة على البيئة عن طريق استزراع سمك الجمبوزيا سيكون محور نقاشنا مع مدير البيئة بولاية إليزي، إلى جانب واقع الصناعة التقليدية والحرف بتندوف وآليات ترقيتها، بالإضافة إلى روبورتاجات ومواعيد إخبارية قارة. كل هذه المواضيع تتابعونها بالتحليل والنقاش، لكن بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أول محطة في برنامجنا كالعادة إطلالة على توقعات أحوال الطقس لنهار اليوم. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس أينما كنتم. أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا اللقاء. اضطراب جوي نشيط الفعالية يخص حاليا مناطق الجنوب الغربي، كذلك الوجهة الغربية بأمطار على شكل زخات رعدية معتبرة على كل من ولاية تندوف، ولاية بني عباس، ولاية بشار. حتى ثلوج خلال نهار اليوم إن شاء الله ستتساقط على المرتفعات الداخلية الغربية وكذلك على شمال ولاية بشار، بينما على الواجهة الوسطى والشرقية خلال هذه الصبيحة طقس بارد جليد على المرتفعات والهضاب حتى الضباب، لكن سيزول فاسح لأجواء مشمسة ربيعية على السواحل وحتى على المرتفعات. بعض الأمطار المستبعدة كذلك خلال أواخر النهار تحت وقع الرعود على الصحراء الوسطى. سجلنا طقس بارد خلال هذه الصباح على المرتفعات والهضاب، 4 درجات دون الصفر على الصطيف، درجة الصفر على الجلفة، المشرين عامة والبيض، مقاييس ما بين 3 درجات لغاية 4 درجات على السواحل، تقريبا نفس المقياس على مرتفعات الهوغار والتصيل، 12 درجة على أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة اليوم درجة الحرارة في تراجع، خاصة على الهضاب العليا الغربية وكذلك على منطقة الثورة 6 درجات فوق الصفر، 13 درجة على غردية، 18 درجة على العاصمة، نفس المقياس على ولاية إليزي حتى على ولاية طامنراست، 27 درجة على أقصى الجنوب. البحر خلال نهار اليوم يبقى هادئ وجميل على الواجهة الشرقية، قليل الاضطراب على السواحل الوسطى وكذلك الغربية، مع رياح أقول معتدلة لن تتعدى 40 كيلومتر في الساعة. حول الطقس على بعض عواصم أمريكا الشمالية، أين طقس بارد فعلا على موريال بي كندا 18 درجة دون الصفر، أمطار على ميامي مع 26 درجة، أجواء مشمسة على دالاس، نفس الأجواء على فانكوفر، كذلك كاليفورنيا ومكسيكو، درجة الحرارة ترتفع لغاية 24 درجة على مكسيكو. وقت غروب الشمس لنهار اليوم على مستوى العاصمة إن شاء الله سيكون في تمام 6:07، وللتواصل معنا نحو الطقس ما عليكم إلا زيارة مواقع الأرصاد الجوية. أشكركم على المتابعة، يومكم موفق في أمان الله. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس أينما كنتم.
أهلا بكم مشاهدينا من جديد. إذن كنتم تتابعون أحوال الطقس وتوقعات أحوال الطقس لنهار اليوم. المضافات الغذائية وأثرها على صحة الإنسان كضرورة صناعية وتجارية. الزميلة نجية بكروح ترصد لنا هذا الروبورتاج. تحتوي المنتجات الغذائية المصنعة ذات الاستهلاك الواسع على مضافات غذائية لحفظها أو تستخدم كمواد ملونة أو منكهة أو مزيدة للكثافة. وقد تطورت الصناعة الغذائية بتطور استخدام المضافات في تكوينها، فأصبحت ضرورة صناعية وتجارية يعتمد عليها المنتجون لجذب المستهلك الذي لا يدرك إمكانية خطورتها على صحته، الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائري إلى وضع الضوابط والشروط القانونية لاستخدامها بما فيها احترام النسب المسموح بها عملاً بالمطابقة للمقاييس الدولية، وهو ما يعمل على كشفه المختصون بالمركز الوطني لمراقبة النوعية والرزم. وفي حال عدم الالتزام بنظم التصنيع يرفض المنتوج الغذائي بسبب عدم المطابقة. احنا في المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم انشئ في 89 بمرسوم تنفيذي. المضافات هذه راهي مقننة، دونك هنايا نخدموا بقوانين. يدير المركبات بار اوردر ديكرواسون، يعني من الماده اللي فيها صادر بزاف ويبدا يهبط حتى الاخر. كان امور بزاف اللي صادر محدده في هذا المرسوم. وعندنا ثاني كنخدموا بزاف واسمها الدستور الغذائي، مدونه الدستور الغذائي لو كودكس اليمونتاريوس. وما يخفاكمش باللي هذه المضافات نزيدوها تما شغل دخلنا في واحد الوقت وين محتم علينا نزيدوا المضافات، باسكو ما نقدروش نديروا منتوج هكذاك برك، سينو باش نواكبوا الصناعه العالميه وده، وباش المنتوج الجزائري يكون صادير ينافس المنتوجات الاخرى لازم علينا نديروا هذه المضافات. ولكن استاذ المشرع تاعنا راهو دار قوانين كيفاش تستعمل هذه المضافات، وين نستعملوها، واش من ماده نستعملوها هكذا، واش من ماده نستعملوا هذه الامور. كاين هناك يعني القانون الذي يحدد هذه النسب، ولكن الاشكال المطروح هو اصبح المستهلك يستهلك يعني كميات يعني كبيره، وبالتالي كل هذه الملونات والمضافات يعني تكون في يعني الحصيلة تاعها راهي تشكل خطر على صحة المستهلك الجزائري. وكان هناك يعني العديد من الدراسات التي أثبتت الحالات الصحية مثل يعني السرطان، مثل يعني اختلالات يعني في جسم الإنسان، وخاصة بالنسبة للمستهلك الصغير الذي تؤثر عليه يعني هذه المضافات يعني الكيميائية، وتؤثر خاصة على يعني على نظام المناعة بالنسبة لهذا المستهلك الصغير. المضافات الغذائية هذه عبارة عن مواد تضاف إلى الأغذية المصنعة اللي المصدر تاعها يقدر يكون حيواني أو نباتي، وهذا يكون مصدر طبيعي، وكذلك مصدر اصطناعي حيث يتم تصنيعها على مستوى عدة مخابر بتفعيل متفاعلات وجزيئات فيما بينها. وهذا هو الخطر هنا اللي يكون في المواد المضافات الغذائية المصنعة على مستوى المخابر، هي أثر بطريقة خطيرة على صحة الإنسان. هذه كيفاش نفيقوها بلي كاين في الأغذية تاعنا؟ رانا نشوفوا في التيكتاج تاع لابواط اللي ان شاء الله حنا راح نشريوها، يعني في الكتيبة هذيك اللي ملور نلقاو ان او قدامه رقم معين، هذاك الرقم يدل على نوع المضاف الغذائي هذاك، والاو هذاك يدل بلي كاين مضافات غذائيه، ما يدلش يعني ما كاش طريقه نعرفوا اسكو طبيعي ولا غير طبيعي. حنا وشنو هي الرساله اللي نوجهوها للمستهلك؟ انه كي تلقى بلي الغذاء ديالك المصنع يحتوي على مواد مضافات غذائيه، من الافضل تروح تحوس عليها على مستوى الانترنت باش تعرف.
الرفع من ثقافة المواطن لاستهلاك غذاء صحي أمر ضروري، حيث تقوم جمعيات حماية المستهلك بدور وقائي يتمثل في التوعية والتحسيس بالأخطار الناجمة عن احتواء بعض المنتجات المطروحة في السوق على مضافات غذائية بنسب عالية. إذا كان المستهلك الذي لديه مسؤولية على نفسه وعلى عائلته يكون عنده درجة من الوعي، ربما يعني 50% من المشكل رانا حليناه. بالنسبة للمنظمات حماية المستهلك تكون في القرارات التي سوف تتخذ، وكذلك يعني تكون أعضاء في جميع يعني المصالح المعنية التي أولا تراقب، التي تحدد هذه النسب، وكذلك مثل المستهلكين على مستوى هذا اللجنات. حذاري، استهلاك المضافات الغذائية ماهوش ممنوع تماما، لأن المضافات الغذائية اللي راهم يضيفوها في الأغذية حاليا راهي مصادق عليها من طرف الدستور الغذائي العالمي، دونك مسموح لها تكون. بالصح لو دوزاج اسكو مسموح ولا ماشي مسموح؟ من الأفضل حنا ننصحوا المستهلك بعدم الإكثار من المواد المصنعة باش يبتعد عن المخاطر تاعها، ومن بين اهم المخاطر تاعها انها تاثر عن الهرمونات، وبالتالي كل ما يؤثر على الهرمونات راح رايح ياثر على لومور وياثر على صحه الانسان. احنا ماذا بينا لو كان وزاره التربيه تدخل هاد المفاهيم كامل في المنظومه التربويه، يا لو كان حصه ولا ساعه ولا في الاسبوع توعي بها التلاميذ. بصح التلميذ سورتو الدراري الصغار راهم من كونتاكت ديريكت مع الاساتذه، لو كان وزاره التربيه تدير يا لو كان ساعه في الاسبوع ولا توعي فيها التلاميذ في هذه الامور، كون مع الوقت ان شاء الله راح تكون عندنا ثقافه استهلاكيه مليحه. رغم خضوعها للمعايير الصحيه والاختبارات في الهيئات الرقابيه، إلا أن الأخصائيين والخبراء بشكل عام ينصحون بالتقليل من تناول الأغذية التي تحتوي على مضافات غذائية لوجود مخاوف من تسبب بعضها بأضرار على صحة الإنسان. إذن التغذية الصحية والسليمة مهمة جدا، ونحن في عز جائحة كورونا لتقوية المناعة. في ركن الصحة نرصد لكم مشاهدينا كل يوم عبر الإخبارية الجزائرية آخر مستجدات الوضعية الوبائية كوفيد-19 ومتحوراته، وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر خدمة سكايب الدكتور محمد كواش مختص في الصحة العمومية. صباح الخير دكتور. صباح الأنوار، تحية لك سيدتي وتحية كل سادة المشاهدين، مرحبا. شكرا جزيلا لك. إذن 2521 إصابة خلال 24 ساعة، ارتفاع قياسي، كيف تقيمون الوضعية الوبائية بالبلاد؟ بالفعل نعم، بالنسبة للأرقام المقدمة حاليا هي أرقام منطقية، وهذا كان متوقع في ظل سرعة انتشار متحور أوميكرون وخاصيته هو سريع الانتشار ويبقى حتى في الأماكن المغلقة لأكثر من 72 ساعة. إذا في الوقت الحالي على المواطن أن يساهم بشكل كبير جدا في كسر منحنى العدوى المرتبطة بالتجمعات العائلية، وخاصة الظروف المناخية التي نعرفها في الآونة الأخيرة المتعلقة بالبرودة الشديدة التي تساهم بشكل كبير جدا في بقاء الفرد داخل الأسرة أو داخل مقهى أو التجمعات المختلفة. نعم الأرقام بدأت في ارتفاع، وأكيد أنها هي البداية وليست الذروة، نحن بعيدين كل البعد عن الذروة، وقد نصل إلى أرقام تكون قياسية في حالة استمرار التهاون ولا مبالاة. شفنا مثلا بريطانيا اللي وصلت والولايات المتحدة الأمريكية وصلت أكثر من 1 مليون إصابة يوميا، بعد ذلك هذه كانت الذروة، بعد ذلك كانت انخفاضات. إذا يجب علينا أن لا تكون الذروة كبيرة جدا في الجزائر حتى تستمر الحياة، لأن أي ارتفاعات في الأيام المقبلة أكيد سوف تشل كثير من الأنشطة المتعلقة بالحياة الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية. دكتور، تحدثتم عن متحور أوميكرون، الآن 60% من الإصابات الجديدة هي بمتحور أوميكرون، هل يعني هذا أن متحور دلتا بدأ في الزوال وحل مكانه متحور أوميكرون؟ بالفعل، وليس سؤالك مهم جدا. يعني في الوقت الحالي ربما يفهم المشاهد الكريم الوضعية الوبائية المحلية والعالمية،
قبل اسابيع كان المتحور دلتا هو السائد في العالم باكثر من 99%، والان اصبح متحور اوميكرون هو السائد. حتى في الجزائر نعم الان هناك ربما ارتفاع نسبي للمتحور اوميكرون او اصبح هو السائد مقارنه بالمتحور دلتا. ربما ليفهم المشاهد الكريم امور علميه مهمه جدا تجنبا للوفيات المسجله في الاونه الاخيره، لان نحن صحيح نحن نطمئن المشاهد الكريم بان متحور اوميكرون غير خطير، ولكن لا يعني ذلك ان الدلتا غير موجود. فما تفسير الوفيات الموجوده حاليا؟ لان هناك عوده الاصابات في الوفيات، فحذرت محذري فاي اصابه بالمتحور اوميكرون خاصه عند الملقحين او عند الاشخاص الذين لا يقبلون بشكل سريع جدا على التشخيص والعلاج الكافي والنوعي والمتميز، اكيد سوف تحدث مضاعفات رئويه وتؤدي الى التهابات وتعفنات رئويه قد تجعل الرئه ارض خصبه لدخول دلتا القاتل، وهذا هو تفسير الارتفاعات المسجله في الوفيات. فحذري ثم حذري، اذا كنا قلنا ان اوميكرون غير خطير لا يعني ان الوضعيه الوبائيه مستقره وان الجائحه توقفت. نعم سوف يصبح اوميكرون هو السائد وبحوله سوف يقضي على دلتا. محمد كواش، كيف يمكن أن نميز أو نفرق بين أعراض متحور دلتا وأعراض متحور أوميكرون؟ بالفعل سؤال مهم جدا. في الوقت الحالي نعم يفهم المشاهد الكريم بالنسبة للوضعية الوبائية التي نعيشها الآن، أنا حتى نكون صرحاء مع المشاهدين الكرام وحتى نجنبهم المشاكل الصحية والأخطار نعيشها الآن. إذا كنا نقول بأن أوميكرون منتشر، ونذكر بأن دلتا ما زال موجود، وعلى هذا الأساس يجب أن ننبه إلى أمور علمية مهمة جدا. أولا بالنسبة للآن أحذر السادة المشاهدين، الآن نحن لا نعيش موجة الأنفلونزا موسمية، ولكن هي موجة أوميكرون. تقريبا 99 فاصل هي إصابات بأوميكرون وليست إصابات بالأنفلونزا. بالنسبة لسؤالك مهم جدا، كيف نفرق بين أعراض أوميكرون وأعراض دلتا؟ دلتا ما زالت موجوده، وحتى الان ما زلنا نستقبل حالات بالاصابه بدلتا. اوميكرون في الغالب هناك اعراض ثابته واعراض متغيره. الاعراض الثابته هي الاعراض المتعلقه بالصداع الشديد في الراس، يقول لك ما نقدرش نركز، عندي صداع والم شديد في الراس. النقطه الثانيه وهو الارهاق الشديد، يشعر بارهاق شديد وانهيار بدني، ضف الى ذلك الالام المرتبطه بالام على مستوى الاطراف خاصه على مستوى الظهر والحوض والاطراف السفليه، اي اطراف ميرجي، الام في العضلات والام في العظام، ويشعر كذلك بتغير في نبضه الصوت، يعني الصوت تاعو يصبح خشن، يعني يشعر ببحه. واكيد ان كما ذكر العلماء بان اوميكرون نسمعه قبل ان نشعر به او نحس به، اي نشعر بتغير في نبضه الصوت. هذه الاشياء الثابته في اوميكرون. الاشياء المتغيره المتعلقه بالسعال، التعرق المتوسط، وكذلك بعض الاحيان الاسهال اكرمكم الله، او تقيؤ او الرغبه في التقيؤ. وعند الاطفال علامات تقريبا اوميكرون هي علامات الزكام العاديه، ضيف الى ذلك زياده في نبضات القلب. هذه هي العلامات العامه بالنسبه لتحور اوميكرون، في حين ان الدلتا يختلف. ونذكر الساده المشاهدين انك ممكن ان تصاب باوميكرون وبعد ايام تصاب بدلتا، حذرت ثم حذرت، ان تصاب بدلتا وبعد ذلك تصاب باوميكرون، وهذا الخطا الذي وقع في التشخيص بالنسبه لدلتا كرون الذي ظهر في قبرص اليونان، ان كان هناك خطا، لكن هذا الشيء المتوقع. بالنسبه لعلامه دلتا، علامه دلتا هي شديده جدا وتتعلق بالتعرق الشديد والارهاق الشديد، ويفقد الانسان الرغبه في الاكل والشرب، يعني شهيه عاديه تماما. هذا هو الفروقات بالنسبه لدلتا. دلتا واوميكرون ما عندناش رغبه انعدام الشهيه، لكن يبقى الانسان عنده رغبه في الاكل ويقدر ياكل بطريقه عاديه، في حين ان في دلتا يكون الارهاق شديد وفقدان الشهيه، ضيف الى ذلك التعرق الشديد. ودلتا في الغالب يكون هناك ضيق في التنفس، اي السعال يكون حاد وضيق في التنفس. لماذا؟ لان اوميكرون يبقى فقط في الجهاز التنفسي العلوي على مستوى القصبه الهوائيه والحلق، في حين ان دلتا هو قاتل يذهب الى اعمق من ذلك في الجهاز التنفسي ويصل الى الاسياخ الرئويه كما نقول باللغه اللاتينيه ليزالفيول، مكان تبادل الاكسجين. هذه الفروقات العامه. دكتور، لوحظ ان 96% من المصابين الذين تعرضوا الى تعقيدات خلال الاصابه بوباء كورونا هم من الفئه الذين لم يتعرضوا للتلقيح ولم ياخذوا جرعتي التلقيح. كيف يمكن ان يساهم التلقيح في تخفيف اعراض الاصابه؟ سؤال مهم جدا،
سؤال مهم جدا، ربما المشاهد الكريم ربما الناس اللي كانت تكذب على حول فعاليه اللقاحات، نقول له نحن كاطباء في الميدان وحتى انتم كمواطنين راكم تلاحظوا هذا الشيء. والله بكل صراحه الشيء اللي شاهدناه وانا اللي للاسف ان المعلومه كانت وصلتنا في شهر نوفمبر من طرف الطبيبه المكتشفه للمتحور الجديد متحور اوميكرون، قالت بان متحور اوميكرون يموت الشباب والاطفال، ونحن الان في الميدان نحن في الاونه الاخيره مع ارتفاع الاصابه بالاوميكرون. والله انا كطبيب وفي الميدان لاحظت هذا الشيء، وحتى كل الاطباء وحتى كل المواطنين لاحظوا بان الاصابات الان ما همش يجونا كبار السن، ما همش يجونا العجزه، فقط يجونا الشباب والاطفال. اكيد ان الشباب اغلبهم رفضوا التلقيح، والاطفال الان اكيد انهم ما همش ملقحين، وهذا دليل دور الى ضروره التلقيح لتحقيق المناعه الجماعيه. بالفعل هذا هو الدليل، يعني شفنا بان الكبار السن رغم ان الكبار السن هم اللي عندهم مناعه اقل، هم اللي عندهم امراض مزمنه، لكن ما عندناش اصابات كبيره عند كبار السن. لماذا؟ لان كبار السن اكيد ان نسبه كبيره منهم تلقوا اللقاحات، والدليل بان يجب علينا ان نقبل على اللقاحات لتحقيق ما يعرف كما قلت بالمناعه الجماعيه. الميدان يعني شيء واضح الان ربما لو كانت نسبه التلقيح مرتفعه اكيد ان اوميكرون ما تكونش هذه الاصابات الرهيبه جدا، وكثير من الدول العربيه كالامارات العربيه المتحده والسعوديه قد شرعت في تلقيح الاطفال، ولم نسجل في الاونه الاخيره ارتفاعات كبيره جدا بالاصابه بالمتحور اوميكرون، لا شيء ان تحقيق المناعه. اضيف الى ذلك نؤكد على تحقيق المناعه الجماعيه من خلال التلقيح المرتفعه وكذلك الاجراءات الاستباقيه، نبقى دائما حذرين لان المعلومه مهمه جدا للمشاهد الكريم. اوميكرون غير دلتا، اوميكرون يبقى معدي حتى بعد التعافي، حذري ثم حذري، حتى بعد التعافي تاع الشخص اللي ربما لان الحمد لله بعد اخذ الدواء تقريبا في فتره تاع يوم يومين ثلاثه ايام يتعافى الشخص ويسترجع قواه البدنيه، ولكن حذري إذا ما كملش الدواء تاعك بطريقه بحيث الكل. حتى ان التغذيه السليمه والصحيحه تساعد ايضا في تقويه المناعه. بالفعل والله سؤال مهم جدا، نعم بالنسبه لقضيه التغذيه دائما انصح المواطن الكريم يعني لتقويه المناعه يجب علينا ان نركز في ثلاث نقاط مهمه جدا، هو النوم الكافي اي الساعات الكافيه للنوم والمعنويات المرتفعه اكيد والاكل الصحي. الاكل الصحي ربما المواطن الان يجادلني في هذه النقطه يقول لي واش لازم ناكل اللحم او مثلا الدجاج الى اخره او لا، نقول له الغذاء الموسمي او الوجبات الموسميه او المنتجات الموسميه كالخضر والفواكه الان هي مهمه جدا، لان الاغلبيه تحتوي على فيتامين سي وتحتوي على فيتامين د المعزز للمناعه. اذا الانسان دائما حتى الان ربما ننصح المرضى المصابين باوميكرون الان ربما يجوني يقول لي ربما ما عنديش رغبه كبيره جدا في الاكل، نقول له صحيح ما عندكش رغبه ولكن ما نقولكش اني خذ افطر في الغذاء وفي الوجبه الصباحيه وفي الغذاء وفي الفتره تاع الغذاء وفي فتره العشاء، لا، ولكن حاول ان تاخذ كوجبات متقطعه، هذا اكيد يعزز لك المناعه ويخليك تتعافى بشكل سريع جدا. يبقى الالتزام بالاجراءات الوقائيه ضروره والتلقيح أولوية في الوقت الراهن. شكرا جزيلا لك الدكتور محمد كواش مختص في الصحة العمومية، كنت معنا مباشرة عبر خدمة سكايب. مشاهدينا فاصل تخصيصي ثم نعود. بالتلقيح تستمر الحياة. بالتلقيح تستمر الحياة. نبقى دائما مع ملف الصحة ومع آخر مستجدات وباء كورونا في الجزائر، وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة من تمنست الدكتور إلياس أخاموك. صباح الخير دكتور وشكرا على تلبية دعوة البرنامج. صباح الخير سيدتي ولا شكر على وجهك.
بداية دكتور، الجزائر تسجل أرقام قياسية لم تشهدها منذ بداية الجائحة، كيف تقيمون الوضعية الوبائية بالبلاد؟ حاليا الوضعية مقلقة، نحن نسجل أرقام يعني كبيرة جدا، نحن في قلب الموجة الرابعة ولا زال عدد الحالات يرتفع، ولكن الحمد لله الحالة متحكم فيها في كل ولايات الوطن. أنتم عضو اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا دكتور، 60% من الإصابات أو أكثر من متحور أوميكرون، هل يعني هذا؟ سؤالي موجه لك، كنت وجهته للدكتور كواش مختص في الصحة العمومية، هل يعني هذا أن متحور أوميكرون هو السائد حاليا؟ نعم، أظن بأنه سواء ما يخص الأعراض أو ما يخص تحاليل محطة الصير، الوحيد الذي يستطيع التفريق عن طريق عملية التنسيق الجيني بين المتحورات، أظن بأنه السائد حاليا هو متحور أوميكرون، وأظن بعد حوالي شهر سيكون مسيطر كاملا في الجزائر، وممكن في بعد شهرين أن يكون المسيطر عالميا متحور أوميكرون. دكتور، 96% تقريبا من الإصابات أو المصابين الذين تعرضوا إلى تعقيدات هم من الأشخاص الذين لم يخضعوا إلى التلقيح، هنا نصل إلى ضرورة أخذ جرعتي التلقيح حتى نصل إلى تحقيق المناعة الجماعية. نعم، وهذه حقيقة علمية نحن نشاهدها في الجزائر كأطباء في الميدان، وهناك دراسات في الولايات المتحدة في أوروبا، يعني البلدان اللي تقدمت عنا في عملية التلقيح. حاليا باش نعطيو أيضا أمثلة عن بلدان عربية، حاليا في المملكة العربية السعودية عندهم حوالي 4000 حالة يوميا، و بوفاتين إلى 3 وفيات يوميا، يعني نسبة قليلة جدا، لأن المملكة العربية السعودية تقدمت في عملية التلقيح راهم فاتوا 73%، الإمارات نفس الشيء عندهم حوالي 96%، عندهم 3000 حالات يوميا ولكن عدد الوفاة قليل جدا، وحتى في الجزائر كما قلت لك في الواقع أغلبية العظمى من الناس اللي راهي تدخل المستشفى، يعني اللي راهي تدير تعقيدات وبما ذلك الوفيات للأسف، هم الناس غير الملقحين، لهذا على الأقل يكون هناك جرعتان من اللقاح، والناس اللي داروا عندهم أكثر من 4 أشهر الجرعة الثانية يتوجهوا باش يديروا الجرعة الثالثة، خاصة الناس اللي عندهم نقص في المناعة والناس الكبار في السن والناس اللي عندهم أمراض مزمنة. نعم دكتور، كل البلدان توجهت إلى الجرعة المعززة، حتى وزارة الصحة الجزائرية دعت المواطنين الذين أخذوا الجرعتين إلى أخذ هذه الجرعة المعززة، متى يجب أخذ هذه الجرعة وما الفائدة منها؟ أولا ثبتت الدراسات بأن بعد 6 أشهر إلى 8 أشهر من الجرعة الثانية هناك، وهذا شيء طبيعي، هناك نقص الأجسام المضادة ضد الفيروس، ومع المتحورات الجديدة دائما كل ما يكون متحور جديد يكون عنده خصائص جديدة ويكون هناك نقص فعالية في اللقاح، لهذا الجرعة الثالثة والجرعة المعززة مهمة جدا كما يدل اسمها لتعزيز المناعة ضد المتحورات الجديدة، ولحد الآن الجرعة الثالثة أثبتت فعاليتها فيما يخص متحور أوميكرون، وهذا في كل انحاء العالم، والجرعه المعززه او الجرعه الثالثه تكون 4 أشهر بعد الجرعه الثانيه. يعني الجرعة الثالثة دكتور إلياس أخاموك هي مهمة جدا، خاصة ونحن في ذروة الوباء. نعم، وخاصة بأن الجرعة الثالثة هي تعطي فعالية نتاعها 48 ساعة بعد، يعني بعد الحقنة، هذا الشيء هو الممتاز، لأن اليوم العمر ما دار التلقيح باش تكون هناك فعالية في التلقيح تكون 15 يوم بعد الجرعة الثانية، ولكن اللي دار الجرعتين من قبل يدير الجرعة الثالثة
48 ساعة بعد تكون الفعالية، وهذا الشيء الممتاز، لهذا عنده أهمية كبرى أثناء الموجة. الموج يعني الجرعة الثالثة عنده أهمية كبرى لتعزيز المناعة، لأن الفعالية تاعها سريعة جدا. يعني نقدر نقول أن الجرعة الثالثة المعززة نتائجها فورية. فورية فورية، وهذا لأن الإنسان الملقح من قبل عنده قاعدة، عنده أجسام مضادة. هذه الجرعة ما هي إلا معززة، يعني تعاود يعني تكثف، لهذا النتائج تاعها فورية، وهذا يعاكس ما يحدث في الجرعة الأولى أو الجرعة الثانية. ونحن نتحدث عن جهاز المناعة وتقويته، نتحدث أيضا عن التغذية السليمة والصحيحة التي هي مهمة جدا ونحن في عز الموجة الرابعة. نعم، خاصة يعني في حقيقة التغذية، نحن نفقد مقومات التغذية الصحية التي نعرفها في بلادنا يعني منذ أجيال، وهي التغذية التقليدية، يعني خضر الموسم، فواكه الموسم، ابتعاد عن المشروبات الغازية، الابتعاد عن الأكل السريع. هذه هي التغذية السليمة التي يعرفها أجدادنا، الاعتماد على زيت الزيتون، الاعتماد على الخبز الكامل، الاعتماد على الحبوب الكاملة. يعني هذه هي التغذية السليمة التي تقوي المناعة في كل فصل، لأن الله سبحانه وتعالى أوجد لنا أغذية موسمية هي التي تعزز يعني المناعة تاعنا وتعزز الصحة تاعنا بصفة عامة. مع الالتزام التام بالإجراءات الوقائية طبعا والتوجه نحو التلقيح. نعم، لأن الآن معلومة رانا في الموجة الرابعة. ماذا بينا نحن نسطح المنحنى، ماذا بينا نزيد أرقام يرتفعوا بصفة جنونية، لأن المنظومة الصحية ستكون أمام صعوبة كبيرة. لهذا كل إنسان عنده أعراض تنفسية حاليا يجب أن يعزل نفسه، سواء كانت كورونا سواء كانت إنفلونزا، يجب أن يعزل نفسه، والجميع يجب أن يحترم الإجراءات الوقائية سواء حماية لنفسه أو حماية للآخرين، والاتجاه لعملية التلقيح، لأن كما قلت لك الجرعة الثالثة لها نتائج فورية تستطيع حماية الإنسان وحماية الفرد مباشرة وفورا. حتى هناك دكتور تحاليل سلبية خاطئة ربما. ألو. نعم دكتور إلياس. نعم. أخاموك، سألتك عن التحاليل السلبية الخاطئة، كيف نتعامل معها؟ نعم، سؤال وجيه جدا. أولا التحاليل إذا عملناها قبل الوقت ممكن تكون سلبية والإنسان حامل الفيروس، إذا عملناها بعد الوقت المخصص لها ممكن تكون سلبية، إذا كانت تقنية التحليل خاطئة قد تكون النتيجة سلبية. لهذا دائما نحن كأطباء عندما تكون هناك عائلة فيها حالتين أو ثلاث حالات، فعلى الأغلب أن الحالات الأخرى في نفس العائلة هي من كورونا. لهذا دائما كما قلت لك، إذا كان هناك أعراض تنفسية خاصة وأننا في قلب الموجة الرابعة، يجب أن يعني نعتبرها بأنها حالة كورونا ويجب العزل. وكل التحاليل حتى تحليل PCR يقدر يكون سلبي إذا كانت التقنية خاطئة أو إذا كان التحليل قبل الوقت أو بعد الوقت، خاصة عند الملقحين، لأن معروف أنه الملقح تكون كمية الفيروس قليلة، ولهذا ممكن يكون تحليل سلبي وحامل للفيروس. لهذا دائما كما قلت لك وأعيدها للمواطن، إذا عنده أعراض تنفسية يجب أن يحترم الإجراءات الوقائية ويعزل نفسه لكي يكثر سلسلة العدوى. الرسالة وصلت، شكرا جزيلا لك دكتور إلياس أخاموك، عضو اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من ولاية تمنست. مشاهدينا متواصلون معكم، فاصل ونعود.
صور جميلة جدا من ولاية الطارف، ولا يختلف اثنان على جمال بلادي. التالي ضيف الصباح. جدلية توفر أو نقص الأدوية الخاصة بوباء كورونا كوفيد-19 في الصيدليات تعود إلى الواجهة في ظل الارتفاع القياسي لحالات الإصابة بالوباء. ولتسليط الضوء على الموضوع يسعدني استضافة السيد رضا بالقاسمي، رئيس المرصد الوطني لليقظة بوزارة الصناعة الصيدلانية. أرحب بك سيدي وشكرا على قبول الدعوة. شكرا سيدتي على الدعوة، مرحبا بمشاهدينا هذا الصباح. شكرا لك. إذن 2521 إصابة جديدة بكورونا، هل هذا الارتفاع القياسي الذي لم تشهده الجزائر منذ بداية الجائحة فعلا تسبب في نقص الأدوية؟ أي هل هناك نقص في الأدوية عبر الصيدليات؟ فعلا يا سيدتي، ارتفاع كبير لعدد الإصابات بهذا الموجة الحالية لكورونا، ولكن احنا العمل على مستوى وزارة الصناعة الصيدلانية كان عمل تحضيري يعني قبل ما تكون الموجة الحالية، بأخذ عين الاعتبار يعني الموجة السابقة. اليوم يعني ما نتحدثوش على اللي لو كاننا يعني ناخذوا بعض الارقام يعني مع بعضنا، يعني ما نتحدثوش اليوم على ندره او الادويه. اليوم هناك ضغط تعرض له هذه الادويه وطلب كبير على 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 هذه الادويه. كانت هناك يعني اشتراءات استباقيه للموجه الحاليه يعني باش يكون هناك استجابه وتوفير للادويه على مستوى الصيدليات وعلى مستوى الصيدليه المركزيه للمستشفيات. هذا بالنسبه للمؤسسات الاستشفائيه، ارقام كبيره يعني للادويه يعني المستعمله في بروتوكول كوفيد 19 المصنعه محليا يعني في جلها، وراهي تضخ يعني يوميا يعني واسبوعيا يعني للموزعين ولصيدليات المدينه. بعض الادويه كادويه مضادات تخثر الدم او ادويه يعني علاج الحمى كالباراسيتامول يعني ودواء انوكسابارين بالنسبه لمضادات تخثر الدم، يعني كان هناك يعني وضع لكميات معتبره يعني على مستوى يعني وهذه نمدوها يعني بارقام للمشاهد باش ما نقولوش يعني كلام جزاف يعني هكذا. اكيد حتى نقطع الشك باليقين، اكيد لابد في ارقام واحصائيات من طرف وزاره الصناعه الصيدلانيه. نعم، بهذا الخصوص سيدتي كان هناك يعني اجراءات تحتها الوزاره كما كنت اشرت اليه خلال يعني نعطيك غير امثله او مثالين يعني ضاربين بالنسبه للادويه اللي راهي اليوم حديث يعني العام والخاص. العام والخاص مثلا تاخذي دواء انوكسابارين يعني وهو دواء منتج محليا يعني بالاسم التجاري فارينوكس ومستورد باسم التجاري لوفينوكس، راهو وزعت يعني كميه باكثر من 2 مليون و100 الف يعني علبه يعني في فتره ممتده بين شهر نوفمبر الى حوالي منتصف شهر جانفي 13 شهر جانفي. سيكون هناك ايضا انتاج وتوزيع الى كميه يعني قدرها اكثر من 3 مليون 300 الف علبة واحدة أخرى يعني إلى نهاية شهر فبراير استجابة للارتفاع الحال الحالية. يعني إذا أخذنا بالمقارنة بعض أرقام يعني موجة ثالثة يعني وإن كان هناك توزيع لحوالي 2 مليون أو أكثر قليلا من 2 مليون يعني علبة، يعني تلاحظي بلي الكمية يعني ضعفت وربما راح نوصلوا إلى 3 أضعاف يعني باش يكون هناك استجابة. ولكن خليه يخلق الضغط على يعني هذا مثال يعني لو كان نهزوا الدواء باراسيتامول يعني كان هناك ضخ لكميه 16 مليون يعني وحده يعني في بين شهر نوفمبر واوائل شهر فبراير. سيكون هناك كانت هناك ايضا تعليمات من وزاره الصناعه الصيدليه باش تكون كميات انتاج قصوى يعني وضخ 19 مليون وحده اخرى الى السوق الى مرتقبه الى نهايه
بين منتصف هذا الشهر الحالي ونهاية شهر فيفري أيضا. هنا يعني يكون هناك يعني نحذر المواطنين يعني من الاستهلاك يعني يعني لا عقلاني أو التطبيب الذاتي بهذه الأدوية لأنها أيضا سنصل إلى هذه النقطة السيد بالقاسمي. فيه تنسيق أكيد لضمان استمرار تزويد الصيدليات في كامل ربوع الوطن من هذه الأدوية. نعم سيدتي، وأفضل مثال لذلك هو المرصد الوطني اللي قضى يعني اللي استحدث السيد وزير الصناعة الصيدلانية يعني شهر جانفي نهاية شهر جانفي 2021، يعني استحدث مرصد يعني الفاعلين بين أطباء وصيادلة وبين أيضا مؤسسات من مؤسسات يعني فاعلة في هذا المجال باش يكون هناك تنسيق دائم يعني وأنا نقول لك من هذا المنبر يعني هناك تنسيق يومي مع نقابة الصيادلة باش نشوفوا الحالة على مستوى الميدان لأنه طريقة توزيع هذه الأدوية يعني من المنتج إلى الموزع إلى الصيدلي يعني هي سلسلة لابد من تأكد من جميع مراحلها وبالتنسيق يكون عندك هناك يعني معلومات تجيك من الميدان يعني وروتور دانفورماسيون كيما نقولوا من الميدان يعني باش يكون هناك تنسيق دائم. حنا نقوموا بهذا التنسيق يعني بطريقه منتظمه وفي هذا يعني في هذه الظروف الحاليه يعني هو التنسيق يومي قال واش كاين في لي فارماسي واش الحق واش ما لحقش اكسيتيرا الى ما لحقش تال برودوي فوالا نتصلوا بالمنتج ضعف الكميات من هذا الدواء بالنسبه لدواء اخر يعني هناك يعني باش تكون هناك يعني استجابه سريعه يعني من طرف وزاره الصناعه الصيدلانيه لمعطيات الميدان. نفهم من كلامكم السيد بالقاسمي ان تم استحداث خلية يقظة تتماشى والموجة الحالية. بالفعل يعني مرصد اليقظة كان استحدث يعني منذ شهر جانفي وهناك أيضا خليات واحدة أخرى يعني استحدثت على مستوى وزارة الصناعة الصيدلانية نقدر نعتبرها خلايا استعجالية يعني باش يكون هناك تتبع دائم لهذه الحالة لأنه وزارة الصناعة الصيدلانية استحدثت يعني بقرار السيد رئيس الجمهورية نعتبروها اليوم إنجاز لهذه الوزارة لأنه استحدثت في ظروف الجائحة يعني كان علينا العمل يعني بصفة دؤوبة باش نستجيب للظروف الحالية اللي يعني اللي قاست العالم أجمع يعني في ظل ظروف أنه كل دولة يعني تغلق عليها الحدود تاعها باش تكون عندها اكتفاء ذاتي للأدوية هو يعني النموذج اللي تبعته الجزائر مع وزارة الصناعة الصيدلانية ومع المنتجين اللي اتخذوا أيضا كامل الإجراءات واستجابوا لكامل التعليمات وزارة الصناعة الصيدلانية دعمت هذه التعليمات أيضا أكثر من الخلايا رحنا حتى إلى تسخيرات وضعها السيد الوزير الأسبوع الفارط باش يكون هناك وضع كلي للأدوية على مستوى السوق وعلى مستوى على تصرف صيدليات المدينة. اسمح لي دوك باش تكون هناك يعني باش تكون بين 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 الموزعين الى الصيدليات لضمان وصولها بضمان وصولها يعني في اجل لا يتعدى 48 ساعه وسيكون هناك يعني مهمات تفتيشيه باش يعني نتحققوا من تحقيق هذا نتحققوا من الالتزام الصارم باحكام هذا التسخيرات وما يكونش هناك يعني توريد يعني منقطع بالنسبه للصيدليات. نعم سيد بالقاسمي تحدثتم الآن عن نقطة مهمة جدا وهي التفتيش، كيف تتم هذه العملية؟ العملية يعني تتم بين خلايا يعني بين لجان مختلطة بين وزارة الصناعة الصيدلانية ووزارة التجارة لأن وزارة التجارة عندها يعني الصلاحيات بالنسبة لمراقبة الممارسة التجارية الغير قانونية كالاحتكار والبيع المتلازم وايضا المضاربه تكون هناك ايضا مهام تفتيشيه بهذا الخصوص ويعني نعلم باللي كل يعني مخالفه لهذا الممارسه غير قانونيه او مخالفه لتعليمات الوزاره قد تعرض يعني الناس اللي تعمل بهذا لانه اليوم تشاهد باللي كميات معتبره تضخ يعني بالنظر للموجات السابقه ولكن بعض الصيدليات تشتكي يعني من الضغط الواقع
الإطلاق على هذه الأدوية، يعني دواء يعني كي ينتج بصفة منتظمة ويلحق بصفة منتظمة الصيدليات، ولكن ارتفاع الطلب مع يعني مع بعض السلوكات يعني للتطبيب الذاتي أو عدم احترام البروتوكول العلاجي. يعني نعطيك مثال بالنسبه لمضاد التخثر الدم، هي ادويه خطيره لو كان ما تكونش هناك متابعه طبيه، ادويه قد تعرض يعني المريض الى نزيف داخلي يعني اذا كان ما كانش هناك تحاليل طبيه ومتابعه طبيه بشكل دائم. هنا المرصد يعني كنا اشرنا له خلال الاجتماع تاعه الاخير 20 جانفي الفارط، كنا دعينا الى يعني التوعيه بالنسبه للاطباء باش يكون هناك وصفات طبيه محترمه للبروتوكول العلاجي، وبالنسبه الصيادلة باش يكون هناك توزيع لهذه الأدوية على مستوى الصيدليات باش ما يكونش هناك ضغط على هذه الأدوية. أيضا المواطنين يعني بالنسبة ناخذوا يعني نقطة جد مهمة، إذا خدينا مثال المضادات الحيوية، يعني لو كان نكملوا بهذه الطريقة تاع التطبيب الذاتي المضادات الحيوية تخرج الجائحة، يعني حتى الجائحة يعني هي يعني تنجم عن فيروس يعني، والمضادات الحيوية بالنسبة لبكتيريا لازم يكون هناك تتبع طبي بهذا الخصوص واحترام للبروتوكول، لأن البروتوكول منظم لهذا الأمور. لو كان ما يكونش هناك احترام يعني تطبيب ذاتي وتكون هناك تناول لا عقلاني للمضادات الحيوية تنجم ما يسمى بمقاومة المضادات الحيوية كلي زانتيبيوتيك انتبيوتيك تخرج الجائحة، ما يكونش عندنا حتى باش نداويو يعني الزانفكسيون بكتيريان خطة أخرى يعني، وهي شيء جد حساس نشيروا له يعني. السيد رضا بالقسمي سنستكمل النقاش بعد هذا الفاصل القصير. يوم تسجيل أول حالة وفاة بوباء كورونا بالمستشفى الجامعي البليدة. من ذاك النهار كل شيء تبدل علينا. الصلاة خطير، مرض به كاع العالم وسكن الخوف في نفوسنا، تفارقنا سفرينا وتحرمنا من أعز الحاجات على قلوبنا، قاومنا بشي اللي قدرنا وساندنا بعضنا بعض. المرض ما كانش يختار، ما كانش يرحم، وما يفرقش ما بين كبيرنا وصغيرنا، القوي فينا ضعف والضعيف أمشى علينا. دخل الشك في نفسنا وحسينا الفيروس تغلب علينا. جدو كيف أشرح المرض؟ ربي لطف بينا واللقاح هو اللي سلكنا. بالتلقيح تستمر الحياة. بالتلقيح تستمر الحياة. نستكمل النقاش مع ضيفي في البلاتو سيد رضا بالقاسمي رئيس المرصد الوطني لليقظة بوزارة الصناعة الصيدلانية. أهلا بك من جديد سيدي. شكرا سيدتي. إذن تحدثنا عن توزيع الأدوية عبر الصيدليات، نتحدث الآن عن البروتوكول الصحي الذي أصبح ينتج محليا. بالفعل سيدتي هذه قفزة يعني نوعية لقطاع الصناعة الصيدلانية، وهو يعني عمل كبير وجبار قامت به الوزارة منذ استحداثها. كانت هناك نظرة استشرافية للسيد رئيس الجمهورية يعني كقطاع مولد للثروة وكقطاع ضامن للأمن الصحي للبلاد، استحدث وزارة الصناعة الصيدلانية يعني باش تكون هناك، يعني لأنه قطاع وزارة الصناعة الصيدلانية فيه عنده خصوصيات بالنسبة لقطاعات أخرى. هو قطاع جد منظم، قطاع جد منظم يعني بالنسبة للإنتاج الأدوية، بالنسبة لمراقبتها الجودة تاعها، بالنسبة لوضعها في السوق. يعني كانت هنا لابد من وضع كل الآليات يعني المناسبة باش يكون هناك توافق مع هذا النظرة. استحداث قطاع وزارة الصناعة الصيدلانية جاء يعني أولا بالنسبة لهذا الأمر، أيضا جاء في ظروف الجائحة، لأنه
لابد تكون عندك صناعة صيدلانية قوية قادرة على تحقيق الأمن الصحي في البلاد باش تتجنب يعني أنك تكون متعلق بدول أخرى هي تقدر يعني البريوريز يعني تقدر يعني تفضل نفسها وهو شيء طبيعي بالنسبة لمرضاها باش تمدك ليك أنت الأدوية. شاهدناها على مستوى الأدوية، شاهدناها على مستوى الكمامات أيضا، كان هناك صراع حتى باش تكون هناك كمامات جراحية كمامات واقية عفوا أو اختبارات كشف أو اختبارات كشف. اليوم الجزائر انطلقت في اليوم الجزائر أنجت هذه الوسائل الحماية يعني، وهناك اكتفاء ذاتي ما ناش نستوردوا فيها يعني. كان هناك إنتاج أيضا لاختبارات يعني للخص مؤخرا باش تكون هناك على مستوى الصيدلانيات، وكانت هناك تعليمات السيدة رئيس الجمهورية بهذا الخصوص ممكن نعرج عليها من بعد. أيضا إنتاج للأدوية محليا يعني تقريب كل أدوية البروتوكول العلاجي منتجة محليا يعني بالنسبة لكوفيد 19. هناك دوائين يعني مستوردين فقط وهي أدوية مكملة للإنتاج المحلي، يعني هناك دواء مستورد إنوكسابارين مكمل للإنتاج المحلي بالنسبة للمنتج المحلي بالاسم التجاري فارينوكس، وهناك أيضا منتج محلي آخر راح يدخل لإنتاج مادة إنوكسابارين أواخر هذا الشهر وبداية الشهر المقبل. هنا نعرجوا أيضا أنه حتى على مستوى المواد الأولية هاد الأدوية البروتوكول العلاجي تتعرض إلى ضغط عالمي، وهو يعني إذا كان عندك مثلا منتج لمادة أولية إلا في دول الصين والهند مثلا، حتى الدول الأوروبية تجيب من الصين والهند وحتى دول القارة الأمريكية وقارات أخرى تجيب من هذه الأدوية تجيب منها بالبلدان المتخصصة بالمادة الأولية. يعني نقدروا نتخيلوا مع بعضنا كمية الضغط على هذه الأدوية بأخذ عين الاعتبار حال قاست العالم أجمع يعني على كل حال. واليوم الحمد لله نشوفوا باللي كان هذه الأدوية في الجزائر، يعني هنا تعكس باللي الوزارة الوصية اللي هي وزارة الصناعة الصيدلانية عملت يعني منذ بداية الجائحة باش تكون هناك سيادة صحية بالنسبة للمادة الأولية باش تكون هنا في الجزائر تنتج محليا. دعمناها أيضا بالاستيراد باش يكون هناك توريد دائم يعني لهذه الأدوية. فيما يخص المضادات الحيوية هي منتجة محليا 100% في الجزائر، فيما يخص يعني مضادات الحمى هي منتجة محليا، حتى لفيتامين كالفيتامين دي منتج محليا يعني. ومن طرف مخابر عدة هزل مادة الباراسيتامون هي منتجة من طرف حوالي 10 مخابر يعني على المستوى الوطني تنتج مادة الباراسيتامول، غير أن هالمادة تتعرض لضغط حالي لأنه مازو يعني باش نربطوا يعني المستوى المحلي بالمستوى العالمي، يعني الجزائر ما يعيش معزوله على العالم. كل الادويه كل البلدان العالميه تستورد الماده الاوليه من الدول اللي كنت اشرت لها، يعني اذا كان هناك ارتفاع للحالات يعني كل البلدان راح تطالب برفع كميات المخصصه لبلدانها بالنسبه لهذا المواد. الشيء اللي قامت به الجزائر ومنذ مده يعني بهذا الخصوص، يعني كانت اجراءات وزاره الصناعه يعني باش تكون هناك تسريح للبرامج الاستيراد يعني قبل الوقت يعني نهايه يعني الثلاثي الاخير من في اطار الانعاش الاقتصادي باش تكون هناك عندنا ماده اوليه عندنا فيها الامن الصحي، يعني هناك انتاج محلي. ولكن نشير ايضا الى ان حتى المنتجين عنده طاقات اسبوعيه للانتاج ينظمها يعني باش يضخ هذه الادويه بصفه منتظمه الى السوق. اذا كانت هناك ممارسات اخرى تولد الضغط على هذه الادويه باش تدي كميه اكثر من لازم تاخذ هذه الكميات، بطبع الحال راح يكون هناك حاله الضغط هذه، لانه هنا لازم تكون هناك عقلانيه. يبقى وعي المواطن مهم جدا في هذه بالفعل يعني وعي المواطن يكون مهم جدا. علاش؟ قولوا له كاين الأدوية والإنتاج تاعها منتظم، وعطينا أرقام يعني إلى نهاية شهر فبراير وعندنا أرقام يعني برامج إنتاج إلى نهاية العام. عند اللزوم نستدعي المنتجين باش تكون هناك ضبط
لهذه البرامج اذا توقعت يعني باللي اذا مثلا ناخذ بعين الاعتبار الجائحه الحاليه وهو موضوع يعني الموضوع المهم يعني في هذا الصباح، يعني اذا خذينا هذه الجائحه انا نهزوا الكميات اللي ضخيناها في الموجه الثالثه مع متحور شديد اللي كان متحور دلتا يعني منذ نهايه شهر سبتمبر يعني الى نهايه شهر ديسمبر كانت هناك يعني عمل متواصل شاهدناه حاليا، لانه الادويه ما تخلقش هكا بهذا الصفه يعني المنتظمه في السوق هكذا، يعني كان هناك تنظيم قبلي تنظيم استباقي باش يكون هناك الادويه، لانه كان هناك مده باش تلحق الماده الاوليه للجزائر، مده باش يكون هناك مراقبه، مده باش يكون هناك انتاج. كل هاد الاجراءات اتخذناها في ظروف قياسيه وبتنسيق يومي مع المعنيين. ايضا يعني نشاهد تكلمنا على نتكلموا على ماده الاكسجين، صرا مشكل في الاكسجين بالنسبه للموجه الثالثه، حاليا ما كان حتى مشكل بالنسبه لتوفير الاكسجين. هذا علاش ايضا نعاودوا نذكروا لانه كاين هناك عمل استباقي قامت به الوزاره بالتنسيق مع المنتجين وبالتنسيق مع وزارات اخرى، وزاره الصناعه الصيدلانيه عملت مع وزاره الصناعه، عملت مع وزاره الطاقه والمناجم، لانها ايضا هي عند معنيه بهذا الامر. هناك كان هناك تنسيق دائم باش تكون هناك رفع الطاقات الانتاجيه، صعدنا من 190 الف لتر في اليوم الى 550 الف لتر في اليوم بالنسبه لماده الاكسجين. عندنا في اخر تصريح اسبوعي لماده الاكسجين الطبي، عندنا يعني مخزوني فوق 3 ملايين لتر عند المنتجين. يعني عندنا ايضا تسريح للمكثفات ومده الاكسجين اللي لا يستعملوا فيها المواطنين حاليا، عندنا ايضا تجنيد لطاقات الانتاج ولطاقات التوزيع بالنسبه للوزارات الثلاثه اللي كنت اشرت اليها، حتى مجمع سوناتراك، دعم ايضا بشاحنات المتخصصه في نقل الاكسجين. كل هذه يعني اجراءات استباقيه باش نتفاداو يعني انعكاسات، هي إجراءات استباقية والوقوع في الضغط. أيضا الوقوع في الضغط، نعم. أشرتم قبل قليل إلى إنتاج اختبارات الكشف عن كورونا، شاهدنا الاختبارات أصبحت متوفرة عبر الصيدليات. بالفعل سيدتي، هو اليوم بالنظر يعني اليوم كان هناك يعني نظرة بالنسبة للتشخيص الحالي لمرض كوفيد، وهو نظرة اللي بنى عليها المجلس العلمي الرأي تاعو اللي كان خذاه السيد رئيس الجمهورية بعين الاعتبار، وحيث أسدى تعليمات باش تكون الاختبارات مولد لتست أنتيجينيك يكونوا متوفرين على مستوى الصيدليات. هات التست أنتيجينيك منتجة محليا يعني من طرف مخبرين أو ثلاث، وأيضا دعمت بتسريح للاستيراد أيضا باش بحوالي 2,400,000 أيضا تست واحد أخرين، حتى أن سعرها يمكن أن يكون منخفض مقارنة بما يجريها مخابر التحليل التي الاختبارات الآن أصبحت تثقل كاهل المواطن. بالفعل باش تكون مع المواطن يعني باش تكون متاحة بالنسبة للمواطن، تسريح يعني الاستيراد والإنتاج المحلي، تدعيم الإنتاج المحلي أيضا لهذه الاختبارات، راح تكون هناك أسعار إن شاء الله منظمة، يعني ما تتجاوزش 1500 دينار جزائري على مستوى الصيدليات، في حين وهو ما يعتبر يعني انخفاض بحوالي 50% يعني بالنسبه ل او اكثر من 50% بالنسبه يعني للاسعار على مستوى المخابر يعني هذا يدخل في اطار الاتاحه للمواطن، ايضا في اطار نظره باش تكون توفير الظروف الملائمه للكشف عن هذا الفيروس حتى لا نقع في تعقيدات والاكتظاظ والاكتظاظ يعني على مستوى المخابر. يعني راح تكون هناك كي يجي يدخل معك الصيدليات يعني حوالي 12,000 صيدلي اللي راهي كان هذوك على مستوى الوطن، يعني اذا دخل معك عدد منها معتبر يعني، وهذا قمنا به مع بالنسبه مع بالتنسيق مع النقابه الجزائريه الصيادله الخواص، راح تكون هناك عدد لا باس به من صيدليات راح توصل اليها هذا للتست انتيجينيك، يكون هناك تشخيص يعني اذا خدينا توزيع الصيدليات بالنسبه لاحياء راح يكون تشخيص، لانه شفنا اليوم هذا المتحور الحالي تقريبا دخل كامل الديار يعني الجزائريه، يعني اذا كان هناك نقاط كشف
على مستوى الصيدلية تدعيما للمخابر راح أيضا تتجنب اكسداد راح يوقع على 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 مستوى المخابر وبأسعار متاحة لجميع المواطنين. وإذا كان هناك حالات يعني إيجابية راح يأخذها طبيب المدينة بعين الاعتبار. شكرا جزيلا لك سيد رضا بالقاسمي. الرسالة وصلت. أنتم رئيس المرصد الوطني لليقظة بوزارة الصناعة الصيدلية. شكرا سيدتي على الاستضافة. مشاهدينا الآن ننتقل إلى غرفة الأخبار وموجز لأهم الأنباء. أرحب بكم مشاهدينا من جديد في الجزء الثاني من عمر هذا البرنامج. إذن شرب الماء بكميات كافية يساعد الجسم في التخلص من السموم وهو عنصر ضروري. الزميلة سلمى زينات ترصد لنا التقرير التالي. يعد الماء المكون الرئيسي للجسم البشري، فالاستهلاك المنتظم والكافي للماء يحافظ على صحة أعضاء الجسم المختلفة لتقوم بوظائفها على أكمل وجه. يحتاج الإنسان من 3 إلى 4 لترات ونصف من السوائل. ينصح الخبراء بشرب 8 أكواب من الماء يومياً، فقلة شرب الماء يسبب أمراض صحية عديدة منها الصداع، فالجفاف أحد الأسباب المسببة للصداع والصداع النصفي، كذلك الشعور بالتعب والإرهاق وقلة التركيز، إذ يرجع الأطباء الشعور بالتعب غالباً إلى نقص استهلاك الماء المسؤول على عملية ضخ الدم المؤكسد إلى مجرى الدم، كما يؤثر على وظائف الدماغ وحتى يؤثر سلباً على المزاج، ظهور التجاعيد، جفاف الجلد. فللماء فوائد عديدة، فهو يساعد على التقليل من الوزن الزائد، حيث تشير أبحاث أن شرب 0.5 لتر من الماء قبل وجبات الطعام يساعد على تقليل الوزن. الماء يحافظ على بشرة رطبة، يقلل من خطر الإصابة بحصى الكلى، يحافظ على حرارة الجسم حيث يساهم التعرق في الحفاظ على درجة حرارة الجسم. وجد العلماء أن للماء الكثير من الفوائد خاصة في الصباح على الريق، فهو يساعد في زيادة مستويات الطاقة، فهو يزيد من عدد خلايا الدم الحمراء وبالتالي يزيد من الأكسجين الذي يصل إلى المخ. الأكسجين يساعد على اليقظة والتركيز، يساعد على التمثيل الغذائي بنسبة 30%، الشعور بالشبع، إزالة الدهون، يخفف من آلام الظهر والمفاصل حيث أنه يلين المفاصل، يساعد على إزالة النفايات الحمضية التي يمكن أن تتراكم في الجسم. الماء ينظف الجسم من السموم، يحسن المناعة، يجعل الجسم أقوى لمحاربة الالتهابات، يسرع عملية الهضم، هو علاج نزلات البرد والإنفلونزا. إذا فقد الإنسان 10% من السوائل يصاب بالهلوسة، وأما إذا فقد 20% يموت على الفور. لا بد أن يكون الماء من الأولويات الغذائية الصحية، فالماء هو الحياة. إذن شرب 8 أكواب يوميا من المياه مهم وضروري جدا لصحتنا. التالي ركن تكنولوجيا. تلعب المؤسسات الناشئة دوراً رئيسياً في الاقتصاد، ولعل من أبرز آليات الدعم حاضنات الأعمال التكنولوجية التي تقوم بتقديم التسهيلات والمساعدات اللازمة. لتسليط الضوء على الموضوع يحضر معنا السيد خير الدين بولفعة، مسؤول المشاريع بحاضنة الأعمال بلو جرين بيزنس. أهلا بكم سيدي. بكم ولا، شكرا على الاستضافة. أبدأ معكم سيد خالد ربما من تعريف حاضنات الأعمال التكنولوجية. أوكي. أولا أعيد شكركم على الاستقبال في التلفزيون الجزائري. حاضنات الأعمال هي يعني جزء من بيئة الأعمال المساعدة لنمو ونجاح المؤسسات الناشئة
حاضنة الأعمال دورها هي مرافقة ودعم أصحاب المؤسسات الناشئة والشباب المقاول بصفة عامة عن طريق توفير مناخ ملائم يساعدهم من أجل النجاح. إذا كل شاب أو شخص يريد أن ينشئ مؤسسة ناشئة أو مشروع مبتكر أكيد يعني خاصة الطلبة الجامعيين بعد التخرج من الجامعة يريدون إنشاء مشاريع، ولكن يفتقرون إلى عدة معلومات، يفتقرون إلى معطيات الميدان، إذن يتوجهون إلى حاضنة الأعمال الذي يجدون فيها رجال أعمال أخصائيين في الميدان يستطيعون أن يختصروا عليهم الجهد والمال والوقت عن طريق مجموعة من التكوينات، مجموعة من الاستشارات، ربطهم بشبكة العلاقات، وبطبيعة الحال السعي إلى الوصول إلى حصولهم على تمويلات مباشرة أو غير مباشرة من أجل النجاح مشاريع. أنتم متحصلون على علامة حاضنة الأعمال من طرف وزارة المؤسسات الناشئة، ما هي المراحل ربما التي مررتم عليها؟ نعم، نحن كحاضنة الأعمال بلو جرين بيزنس نحن نعتبر أول حاضنة أعمال حاصلة على علامة من طرف وزارة المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة بولاية تيبادا. حقيقة يعني تأسسنا في 2016، كنا كمكتب استشارة اقتصادية ندعم ونرافق أصحاب المؤسسات. وصولا إلى 2020 أصبحنا حاضنة أعمال نتكفل ونرافق أصحاب المؤسسات الناشئة، وأكيد يعني بعد تأسيس وزارة خاصة بالمؤسسات الناشئة الذي أنشأت لجنة لمنح العلامات من بينها علامة حاضنة أعمال، تم تشريفنا بمنح هذه العلامة من طرف الوزارة، وهذا ما زاد دفعنا للمضي أكثر في هذا المجال ومرافقة أكبر عدد من أصحاب المؤسسات الناشئة. أكيد وزارة المؤسسات الناشئة قامت بخطة أو قامت بمجموعة من الإجراءات من أجل تحسين بيئة الأعمال، من بين أهمها من مثل ما ذكرت في الأول توفير حاضنة الأعمال على مختلف ولاية الوطن، وهذا ما نقوم به نحن كحاضنة أعمال. أولا استقبال الشباب أصحاب الأفكار المبتكرة، توجيههم، تكوينهم، مرافقتهم من أجل تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة. أكيد يعني نحن كحاضنة أعمال لدينا برنامج متكامل من أجل التكفل الأحسن بأصحاب المؤسسات الناشئة مشكل من 3 خطوات. المرحلة الأولى هي ما قبل الحضانة، يعني عندما يأتينا شاب صاحب فكرة لا يعرف قابلية تحقيقها أصلا، يعني هنالك برنامج لمدة شهر فيه مجموعة من الدور التكوينية، فيها دراسة الفكرة وقابلية تجديدها في أرض الواقع، ويسمى هذا بما قبل الحضانة. وبعدما ينضج مشروعه بالشكل الكافي ننقله إلى المرحلة الثانية وهي الحضانة، نقصد بها تأسيس المؤسسة في أرض الواقع، يعني كيف تحصل على تمويل، كيف يؤسسها في أرض الواقع، التعامل مع الضرائب، مع السجل التجاري، مع الزبائن، مع الموردين. والمرحلة الأخيرة أكيد يعني بعدما يكون المشروع ناضج بالشكل الكافي وقد حقق نجاحا نسبيا نأخذه إلى مرحلة التسريع وهي التوسع إما أفقيا أو عموديا ليشمل مختلف ولايات الوطن أو حتى خارج الوطن. نعم، السيد أبو الفعام، ما هي الاختصاصات التي تدعمون وما هي التسهيلات المقدمة من طرفكم؟ نعم، هي حاضنة الأعمال على مستوى العالمي ولا كما نقولوا مقسمة إلى عدة أنواع. هنالك حاضنة أعمال خاصة، هنالك حاضنة أعمال عمومية، هنالك مختلطة، هنالك حاضنة أعمال متخصصة في مجال معين. خاصة ونحن نتحدث عن حاضنة الأعمال التكنولوجية، هل هي معنية بقسم التكنولوجيا أو الإبداع في هذا في مجال التكنولوجيا على وجه الخصوص؟ نعم، في الجزائر توجد حاضنة الأعمال التكنولوجية وهي الأمبيتي، حاضنة الأعمال بسيدي عبد الله. نحن بلوغني بيزنس حاضنة أعمال خاصة مثل ما قلت حاصلين على علامة من طرف وزارة المؤسسات الناشئة، ليس لدينا تخصص في مجال التكنولوجيا 100%، بل نحتضن جميع الشباب في مختلف المشاريع. المهم أن تكون لها كما نقول تأثير على الواقع وقيمة مضافة وتعالج مشكل مطروح في الواقع. مثل ما تحدثت مسبقا أنه من بين حاضنات الأعمال يعني في اختلافاتها هنالك حاضنة أعمال تكنولوجية، هنالك حاضنة أعمال صناعية، ولكن نحن في الجزائر في الوقت الحالي نحن في مرحلة الانطلاقة، إذن تجد معظم يعني أن الاختصاص لم يدخل بعد
لم نصل إلى مرحلة الاختصاص؟ هناك بعض الحاضنات المختصة مثلا في مجال التنمية المستدامة، أو هناك حتى حاضنة تحتضن أصحاب المشاريع لذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن في الجزائر نحن في مرحلة البداية. إذا أغلب حاضنات الأعمال، هذه نقطة مهمة جدا، حاضنات لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة للإبداع واكتشاف المواهب الخفية. نعم أكيد، يعني نشكر صاحب الحاضنة حتى إدماجهم في الحياة. نعم أكيد أكيد، يعني ذوي الاحتياجات الخاصة هم مثلنا، بالعكس يعني تجد أشخاص الذين لديهم قدرات أحيانا الهمم. أحسن أصحاب الهمم لديهم أحسن، لذلك قرر الشاب أنيس إنشاء حاضنة تتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة. ومثل ما قلت هنالك مجموعة حاضنات في الجزائر، يعني كاين ما يقارب 40 أو 45 حاضنة في الوقت الحالي، رغم أن تجربة فتية. نعم نعم أكيد، وكنقولوا حاضنات الأعمال نقولوا من يسير حاضنات الأعمال، لأنه حاضنات الأعمال في أساسها تسير من طرف رجال أعمال، أشخاص الذين لهم خبرة في تسيير وإنشاء المؤسسات، لذلك يقومون باختصار الجهد والمال والوقت على الشباب حاملين للأفكار. نعود إلى التسهيلات المقدمة من طرفكم للشباب المبدع والراغب في إنشاء مؤسسته الناشئة. نعم، هي أولا التسهيلات أنشئت من طرف وزارة المؤسسات الناشئة عن طريق توفير كيف العلامة. تتم المرافقة من طرفكم؟ نعم، هي عندما يأتينا شاب حامل لفكرة مشروع ويريد تجسيدها على أرض الواقع، أول خطوة هي دراسة قابلية تجسيد هذه الفكرة، ونقوم بإجراء نموذج العمل بزنس موديل لفكرة مشروعه، لنعرف ما إذا كان يمكن تجسيد هذه الفكرة في أرض الواقع، وهل هو الوقت المناسب لها. بعد ما نقوم بدراستها ونشوف ونرى بأن هذه الفكرة قابلة للتجسيد ومشروع يمكن أن له ينجح ويحقق قيمة مضافة، يذهب إلى مرحلة الاحتضان. وقبل ذلك أكيد نحاول أن نجهز له ملفا خاصا لكي يتحصل على علامة من طرف الوزارة. أيضا الوزارة عمدت إلى إنشاء علامتين، علامة مشروع مبتكر وعلامة مؤسسة ناشئة. مشروع مبتكر بالنسبة للمشاريع ولا أفكار المشاريع المتطورة ولكن لم تجسد في أرض الواقع، ليس لها سجل تجاري. أما علامة مؤسسة ناشئة موجهة للمؤسسة الناشئة التي أسست في أرض الواقع. وأكيد أي حاصل على هذه العلامة لديه عدة امتيازات، من أهم هذه الامتيازات هي إعفاءات جبائية لمدة 4 سنوات، قابلية التسديد 5 سنوات، قابلية التمويل، إمكانية التمويل من طرف صندوق تمويل المؤسسات الناشئة آسف الذي أنشئ حديثا، يعني عنده ما يقارب سنة، من طرف وزارة المؤسسات الناشئة. لديه كما نقولوا الأرضية لكي يتحصل على أسواق جديدة، ولذلك العلامة تعطي للمشروع قيمة أكثر تجعله مقبولا من طرف حتى شركات أخرى. نفهم من كلامك السيد بولفعة أن حاضنات الأعمال استحدثت لدعم المشاريع والإبداع والابتكار في المؤسسات الناشئة بالجزائر. نعم، لأنه المؤسسات الناشئة في اختلافها مع المؤسسات العادية، المؤسسات الناشئة هدفها هو حل مشكل في الواقع، ونحن الآن في الجزائر باعتبارنا في مرحلة الانطلاقة لدينا مشاكل عديدة، وهذه المشاكل بنظرة أخرى أو بنظرة ليراها أصحاب المؤسسات الناشئة هي فرص، هي opportunity يمكن أنه استغلالها من أجل حل المشكل وخلق قيمة مضافة. إذن الطريقة التي تعتمد عليها المؤسسات الناشئة في انطلاقها هي الإبداع والابتكار، وهذا ما يجعلها تختلف على المؤسسات العادية. كاين عدة اختلافات اللي تخلي المؤسسة الناشئة تختلف عن المؤسسات العادية، أهمها نقطتين اللي هي الإبداع والابتكار، ثانيا نسبة نمو كبيرة. أكيد هذه نسبة النمو ما تكونش إلا بتوفر بيئة أعمال مناسبة لذلك، وحاضنة الأعمال هي جزء من بيئة الأعمال. أكيد بيئة الأعمال في الجزائر هي في البداية، كان مجهودات كبيرة من أجل تحسين بيئة الأعمال، كنقولوا بيئة الأعمال نتحدث على إدارة رقمية، على عدم وجود بيروقراطية، على بنوك أيضا تستعمل طريقة
ومرقمنة بشكل جيد، دفع إلكتروني، كلها بيئة مناسبة تساعد مؤسسة نشاء على الانطلاق، ودائما نحن نأمل بأنه تحسننا يوم بعد يوم إن شاء الله. أكيد سيد بولفعة أن هذه المؤسسات الناشئة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني. ما رأيك أن أخذك أو نأخذك في رحلة سياحية الآن إلى مدينة دلس العريقة، نتابع ثم نعود. تعد دلس من بين المدن الساحلية العريقة لبنائها تاريخ، سكانها يعشقون البحر ومارس أغلبهم ولا يزال الصيد البحري والمهن المرتبطة به منذ القدم. سكان مدينة دلس الأغلبية فيهم القدم كانوا كامل بحارة، وقاعدة الدور حتى ولادهم ولاو بحارة. المكان هذا اللي رانا فيه هو القوس، القوس هو ملجأ صغير وهذا قديم يعني تاريخي، هذا نقول لك من اقدم على الضواحي تاعنا هنايا، ما نقولهم بجايه حتى العاصمه ولا قديم. وعلاش يسميوه القوس؟ هو عنده واحد النظره كي نخرجوا للبحر برا يشوفوه، عنده يشوفوه شغل دائره قوس، وهذا جازوا منه بحاره قدم. بمدرسة الصيد البحري بدلس يتلقى المتربصون الأسس الصحيحة لهذه المهنة العريقة. عندنا هنا في المدرسة الصيد البحري دلس ثلاث أفواج بدأوا التكوين تاعهم في مارس 2020، يقراوا عدة مواد من بينها القانون الصيد البحري، يقراوا البيولوجيا، يقراوا الملاحة، تقنيات الصيد، خياطة وترقيع الشباك، يقراوا لونجلي ماريتيم، يقراوا عدة مواد تتعلق بمهنة الصيد البحري. الحرفة هذه بسكية تورات ما كنخدموا فيها الأجداد منايا، هي حرفة مليحة فيها لاسيرونس كذا منايا اللي مسؤولين الدولة تسمى فيها لانتريت، وحرفة جيدة. ونظرا للمخاطر التي يمكن أن يواجهها البحارة والمتربصون لدى مزاولة نشاطهم، تتم متابعتهم طبيا. البحارة ندير لهم لا فيزيت سيستيماتيك شاكاني بور لي فاكسيناسيون تاعهم اللي ما داروش ندير لهم، و بور لي ستاجير ندير لهم لا فاكسيناسيون تاعهم بلوس لا فيزيت ميديكال. المهم درنا فاكسين تاع تيتانوس، حاجة مليحة تكون دايرة هاد لي فاكسين كاع سيرتو تيتانوس وكذا. وللتكوين في مجال الغوص وتعلم مهاراته، جمعية دلفين تهتم بكل المتربصين وتمنحهم فرصة التعرف على بعض الكائنات البحرية النادرة. احنا الاخر التكوين تاع الغوص البحري اللي نقدموه للاعضاء اللي يتقدموا للجمعية، كاين اللي ينفعهم يبغيو يديروه كهواية، الهواية، وكاين اللي يحبوا يديروه من بعد يديروه عامل. اليوم نشوفوا لي فارماكواكول، الناس اللي تخدم في لي فارماكواكول أغلبية هذه لي فارم هذويا تخرجوا من هذا المقر اللي راكم تشوفوا فيه. يوميا نحاولوا نحافظوا على نجيبوا يعني عينات تاع الاسماك ولا الكائنات البحريه المتواجده يعني في السواحل تاعنا، نجيبوها ونحطوها ونحاولوا نعرفوها الاسم تاعها وكيفاش عايشه وين عايشه، عينات يعني حتى باش نقربوها للمواطن البسيط او البحريه اللي يكونوا هنايا. ماشي بين ليله ونهار قدرنا باش نديروا متحف كيما هكذا. يبقى الصيد البحري بكل ما تعلق به من نشاطات مهنة لها تاريخ بمدينة دلس العريقة. إذن تابعنا هذا الروبورتاج وكان من دلس. نعود لاستكمال النقاش مع ضيفي في البلاتو سيد خير الدين بولفعة، مسؤول المشاريع بحاضنة الأعمال بلو جرين بيزنس. أرحب بك مجددا. شكرا. إذن تحدثنا عن دور حاضنات الأعمال في احتضان الشباب المبدع والتسهيلات المقدمة والمرافقة أيضا. نتحدث الآن عن حاضنات الأعمال، هل هي متواجدة ومتوفرة على مستوى كل ربوع الوطن؟ نعم، بعد تأسيس وزارة المؤسسات الناشئة يعني سطرت خطة من أجل أن تكون الحاضنات في كل ولايات الوطن، وهنالك هدف أن تكون حاضنة الأعمال على الأقل حاضنة في كل ولاية من أجل تحسين بيئة الأعمال في تلك الولاية، لأنه من أجل الوصول إلى تنمية وطنية، من أجل الوصول إلى انتقال اقتصادي من تبعية المحروقات إلى اقتصاد المعرفة، وجدت
تحسين بيئة الأعمال في مختلف ربوع الوطن، وهذا ما تعمل عليه الوزارة. حتى الآن كاين ما يقارب 40 أو 45 حاضنة وليست متواجدة في كل ولايات الوطن، ولكن هناك مبادرات عديدة من طرف خواص أو هيئة عمومية من أجل إنشاء حاضنة في كل ولاية إن شاء الله. الأكيد أيضا أن هذه حاضنات الأعمال ترافقها مؤسسات وهيئات أخرى ربما لتسهيل العمل. نعم أكيد، يعني تحسين بيئة الأعمال هي مسؤولية الجميع، مسؤولية الحاضنات، مسؤولية الوزارة، مسؤولية رئاسة الجمهورية. ورئيس الجمهورية مشكور كثير يعني أولا على إنشاء وزارة خاصة بالمؤسسات الناشئة، على اتخاذ مجموعة إجراءات ومجموعة قرارات من أجل دعم المؤسسات الناشئة، وأكيد لن يكون ولن يتحقق ذلك إلا بتضافر الجهود الجميع. حتى صندوق دعم المؤسسات الناشئة جاء لتسهيل العملية وتوفير بيئة ملائمة للإبداع أيضا. نعم أكيد، كان هنالك مشكل كبير في ناحية تمويل مؤسسات الناشئة، لأن المؤسسات الناشئة لكي تمول بالشكل الصحيح تحتاج إلى رأس مال مخاطر، وفي الجزائر لم تكن هنالك صناديق لتمويل بهذا الشكل، وقد أسس صندوق لتمويل المؤسسات الناشئة. عودة إلى بيئة الأعمال في مختلف ولايات الوطن، إذن هنالك قرارات على المستوى الوطني من طرف رئيس الجمهورية من مختلف الوزارات من أجل دعم أصحاب مؤسسات الناشئة على الصعيد المحلي، ما على إلا المسؤولين المحليين إلا أنه يحاولوا أنهم يتعاملوا ويساعدوا بقدر المستطاع هذه المؤسسات الناشئة لكي تكون فاعلة أكثر في الميدان، لأنه المؤسسات الناشئة تأتي بحلول لمشاكل محلية. يعني لو أنها تجد يعني مرافقة من طرف الهيئات المحلية خاصة في مناطق داخلية راح تساعد كثير البلديات والولايات من أجل التخلص من تلك المشاكل المطروحة، وأكيد بأقل تكلفة وبطريقة إبداعية ومستدامة. وهذه حاضنات الأعمال هل تراعي خصوصية كل منطقة ربما؟ نعم أكيد، هي حاضنة الأعمال ترافق المشاريع والمؤسسات الناشئة من أجل نجاحها، والمرافقة تكون يعني بتوفير أولا المعلومات الكافية، ربطهم بشبكة العلاقات، ودائما مثل ما قلت في المرة القادمة في الفقرة اللي فاتت السابقة انه المؤسسات الناشئة جاءت لمعالجة مشاكل. يعني دائما على المستوى المحلي مثلا هنالك مجموعة مشاكل، هذه المشاكل المؤسسات الناشئة تراها كفرص، اذا المشكل هذا من اجل معالجته تقوم بعملية الديزاين ثينكينج، اي التفكير في ما هي الحلول الممكنة اللي ممكن تجسيدها في ارض الواقع اللي نقدروا بها نتخلصوا بهذا المشكل. والمؤسسة الناشئة تجيب بفكرة إبداعية أقل تكلفة وتحقق لك يعني معالجة للمشكل، إذا لم يكن كلي يعني الجزء الكبير منه يحل بهذه الطريقة، وأحيانا يعني ما يكلفش الدولة أموال طائلة. مثل كان واحد المؤسسة ناشئة أنشئت في الآونة الأخيرة اللي نشكروا يعني أحد البلديات اللي رافقتهم وساعدتهم، داروا نظام تكنولوجي كما نقولوا جعل الإنارة العمومية رقمية يعني ولا ذكية، لتخلي الإنارة العمومية ليلا لا تضيء على طول الليل، أو في النهار أحيانا تمشوا في الشوارع نلقاو الإنارة العمومية حتى في النهار ومنيرة. يعني هذا ما يكلف البلدية بحد ذاتها والولاية مصاريف كبيرة، إذا عن طريق هذه التكنولوجيا وعن طريق هذه المؤسسة الناشئة استطاعت البلدية تخفيض مصاريف الإنارة العمومية حتى 50%. يعني تخيل ما تكون عندك مصاريف كبيرة، هذه المؤسسة الناشئة تجيك بحل تنقص لك من التكاليف تاعك. إذن على فقط يعني المسؤولين المحليين النظر إلى هذه المؤسسات الناشئة على أساس أنهم فرصة وعلى أنهم يعني شريك في تحقيق التنمية المحلية، وأيضا إنشاء حاضنات على مستوى البلديات، لأن كل بلدية مثل ما تحدثتي عندها خصوصياتها عندها مشاكلها، والمؤسسات الناشئة تأتي بحلول لتلك المشاكل. نأمل إن شاء الله يعني في تنسيق بينكم وبين السلطات المحلية، تحدثتم الآن كمثال بين إحدى البلديات.
نعم، نحن كحاضنة أعمال من بين يعني مهامنا هو تحسين بيئة الأعمال. قد قمنا بتظاهرة في السنة الماضية في جوان 2021 مسمى تيبازا ستارت اب داي، يعني يوم خاص بالمؤسسات الناشئة، الذي كان برعاية وزارة المؤسسات الناشئة، وكان كاين تعاون بين كل المصالح الولائية، اللي الهدف منه هو خلق احتكاك بين الشباب الحاملين لأفكار والمختصين ولأصحاب مؤسسات الناشئة الناجحة، اللي كان عبارة عن يوم مليء بالحماس مليء بالنشاط لصرى هذا الاحتكاك وشجع العديد من الشباب أنهم يطلقوا مؤسسات ناشئة. وبعدها يعني كان لنا يعني الصدى أنه كثير من الشباب أرادوا أنهم ينشئوا واستلهموا من تلك التجربة. هذه من بين يعني العناصر اللي تقدر تساهم بها حاضنة أعمال في منطقة معينة أو بلدية معينة. وأكيد بعدها تأتي التنسيق بين الهيئات المحلية مع الوالي ورئيس البلدية من أجل توفير المناخ الملائم لهم. ومن بين ميزات حاضنة الأعمال أيضا ربما خلق مناصب شغل للشباب. نعم، حاضنة الأعمال يعني هي دائما تطرح نفسها على أنها أداة إنمائية في المنطقة. في الجزائر في الوقت الحالي توجد ما يقارب 1,000,000 مؤسسة، والجزائر لكي تصل إلى اقتصاد قوي واقتصاد اقتصاد المعرفة واقتصاد يعني قوي وخروج من تبعية المحروقات، يجب على الأقل وجود أكثر من 2,500,000 مؤسسة. يعني مازال عندنا أكثر من 1,500,000 مؤسسة يجب أن تنشأ، خاصة الصغيرة المتوسطة وخاصة الناشئة، لأن التكلفة تحت تكلفة قليلة وتحقق لك نتائج كبيرة. إذن الحاضنة الأعمال هي مولدة للمؤسسات الناشئة، يعني تستثمر في الإنسان، تخرج كل ما في عقله من أجل أن يخلق قيمة مضافة. وأكيد بإنشاء هذه المؤسسات تنشأ العديد من الوظائف. نرى بأنه هنالك طلبة جامعيين كثير يتخرجوا سنويا، ولكن بحكم ما تمر عليه البلاد من أزمة اقتصادية نرى بأنه مناصب الشغل قليلة. إذن خيار إنشاء مؤسسة بالأخص مؤسسة ناشئة بعدما كان اختياريا سابقا قد أصبح ضروريا في الوقت الحالي. والشباب اللي حابين أنهم يديروا مؤسسة ناشئة أكيد يفتقروا إلى الخبرة، وين يلقاو هذا الدعم وهذا المرافقة وهذا توضيح الرؤية؟ ما يلقاوها إلا في حاضنة العمل أو مساحة العمل التشاركي، ليوفر لهم هذا الشيء ويعطوا لهم التكوين والمرافقة المناسبة من أجل النجاح. طيب، هل تولي حاضنات الأعمال أهمية لمشاريع على حساب مشاريع أخرى ربما ترتيب الأولويات؟ أكيد، يعني حاضنة الأعمال دائما تهتم بالمؤسسة الناشئة أو المشاريع التي تخلق قيمة مضافة والتي تعالج مشاكل في المجتمع، مثل ما نمر عليه الآن نحن في أزمة كورونا. إذن هذه المشاريع أو المؤسسات الناشئة اللي تعالج مشكل من بين المشاكل اللي أتت به الكورونا هي من بين أولويات مثلا جميع حاضنات الأعمال. بعدها تأتي مجال التغذية، الغذاء، لأنه الهدف هدف أي وطن أو أي منوان تحقق الاكتفاء الذاتي. أيضا الخدمات، مجال الخدمات، لأنه هنا في الجزائر رانا نحن من البلدان يعني الضعيفة من ناحية الخدمات، خدمات سياحية أو فندقية أو النقل أو جميع مختلف الخدمات. إذن الخدمات من بين أهم القطاعات اللي راهي تركز عليهم المؤسسات الناشئة، ورانا نشوفوا عديد من المؤسسات الناشئة تنشأ وتقدم خدمات للناس. هل يحصل ربما سيد بولفعة أن يأتي شاب لطلب استشارة ربما في أي اختصاص يمكن أن يستثمر، تواجهونه حتى ولو لا يملك أي فكرة عن المشروع، ربما الطموح هو الذي يأتي به إليكم؟ نعم، أكيد هو أكيد ليس كل الشباب قادرين على إنشاء مشاريع، هنالك إحصائية عالمية حتى أن الفكرة تحتاج ربما لسنوات حتى تجسد على أرض الواقع. أكيد، يعني كي يكون شاب متخرج من الجامعة وما عندوش خبرة باش تجيه الفكرة ولا تتولد له الفكرة ولا يقدر يوصل إلى فكرة مميزة مليحة يلزم له سنوات مثل ما قلتي، ولكن بالاستعانة بخبراء، بالاستعانة بحاضنة الأعمال يطرحون عليه الأسئلة المناسبة، يستطيعون أن يخرجوا من رأسه أفضل ما يكون.
يعني يمكن لأي شاب يدخل البرنامج ما قبل الحضانة مثل ما نقوم به في شهر واحد يقدر أنه يخرج، أكيد يعني يكون تكون تكون عنده فكرة عامة، لأنه المشروع الناجح هو المشروع الذي ينطلق من 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 ميول الشخص أو المسير لهذا المشروع. يعني دائما من الأفضل أنه المشروع اللي راح يقوم به يكون في مجاله، يكون إذا ماشي في مجاله 100% يكون في ميوله أين يميل. علاش يكون في هذا المجال؟ لأنه كي يحب شيء يقدر أنه يبدع فيه. أكيد كثير من الشباب يأتينا بهذا الشكل، يعني يقول لك راني حاب ندير مشروع ولكن ما عرفتش كيفاش نجيب فكرة تاع مشروع، ما عرفتش كيفاش نجسد مشروع في أرض الواقع. لذلك احنا كحاضنة أعمال لدينا مجموعة من الدورات التكوينية نديرهم، يعني هي عدة على الدوام، فيما يخص كيف تجد فكرة مشروع أصلا، كيف تدرس فكرة مشروع، كيف تجسدها على أرض الواقع. من خلال هذه الدورات يستطيع الشاب ولا أي واحد يريد أن المشروع أنه يبلور فكرة في 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 رأسه، وأكيد إحنا راح نساعده من أجل إطلاقها في الواقع عن طريق دراستها ودراسة قابلية تحقيقها وإذا كانت ناجعة، أي تحقق أرباح أو لا. لأنه المؤسسة الناشئة في آخر المطاف هي مؤسسة اقتصادية، أكيد هدفها الاستمرارية، البقاء في السوق. وكي نقول الاستمرارية البقاء في السوق يجب أن تحقق أرباح وتقدم خدمة مميزة للزبائن، لأنه المجتمع الجزائري ولا الجزائري اختلف عن السابق، أصبح يقيم المنتج، أصبح له رأي. لذلك على أي صاحب مشروع أن يأخذ بعين الاعتبار ثقافة الشعب الجزائري ورأيه لكي دائما يحسن في الخدمات أو المنتج المقدم له. بحديثكم قبل قليل عن الدورات التدريبية، هل هي متاحة على طول العام؟ كيف يتم الالتحاق بهذه الدورات ربما؟ نعم، من خلال يعني برنامج دورات تكوينية التي نقدمها، هنالك دورات تكوينية حضورية يعني في المقر أو في مكان واسع حسب عدد الحضور، وهنالك دورات تكوينية أونلاين يعني عن بعد، لأكيد يعني زادت ولا شاعت أكثر من خلال أزمة كورونا. أكيد نعم. أصبح هنالك يعني شباب من مختلف ولايات الوطن يتابعون شخص معين أو حاضنة معينة أو مكون معين ويريدون الحضور إلى دوراته التكوينية، ولكن الكورونا تمنع التنقل وتمنع الاحتكاك. لذلك أصبحت الدورات التكوينية الأونلاين على مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق تقنية التحاضر عن بعد من بين الوسائل الممكنة لتكوين الشباب ولا تعرفهم بهذا العالم. لذلك أي شخص يريد أنه يحضر دورات تكوينية اللي نقوم بها إحنا، مع أنه يدخل صفحتنا بلو جرين بيزنس رح يلقى برنامجنا ويسجل نفسه، وكي حين وقت الدورة راح نتواصلوا معه ونبعثوا له الرابط. ربما من خلال هذه الدورات التكوينية يمكن للشاب أن يكون فكرة حول مشروعه ويتم تجسيده على أرض الواقع طبعا بمرافقة حاضنات الأعمال. نعم أكيد، يعني هنالك جميع كثير من الشباب يعني تأتيهم فكرة ويظنون أن هذه الفكرة هي الأفضل، هي المميزة، وهذا من بين الأخطاء اللي يوقع فيه العديد من الشباب. أن مثل ما قال البروفيسور بالقاسم حبة أنه العديد من الناس يقعون في غرام فكرتهم، يعني من شدة أنه يحب الفكرة تاعه يظن أن هذه الفكرة هي المميزة ناجحة 100%. لذلك يعني إحنا في حاضنة الأعمال يعني من خلال برنامج المرافقة اللي نقوم به نوضح الفكرة ولنوضح التوجه الصحيح وللفكر المقاولات الصحيح، توضعوا له ربما حتى العراقيل التي نعم ربما نعم تصادفهم. نعم لأنه أي واحد كي يحب يدير مشروع راح يستغرق وقت كبير، يعني لو أنه ما توفرلوش المعلومة، يعني المعلومة هي مال، المعلومة مهمة جدا. من خلال يعني المرافقة، من خلال حاضنة الأعمال تقدر تختصر على الشخص الجهد والمال والوقت. يعني كاين أحيانا شخص يعني يريد إنشاء مشروع ويعمل وحده مدة سنة أو سنتين ليخسر فيهم أموال ويخسر فيهم وقت باش يتحصل على معلومة، يقول لو أنه كانت عندي هذه المعلومة سابقا لما خسرتش كل هذه الفترة. لذلك هذا هو دورنا احنا كحاضنة أعمال باعتبارنا كرجال أعمال، كمقاولين، ناس اللي أسسنا مؤسسات، خسرنا في مؤسسات ونجحنا في مؤسسات أخرى. لذلك نختصر على الشباب ولا أي واحد يحب يدير مشروع هذا الطريق اللي ربما تكون فيها صعاب كثيرة، ربما تكون فيها عراقيل كثيرة، ربما تكون فيها
فيها خسارة لأموال عن طريق التوجيه عن طريق الاحتضان نختصر عليهم في الطريق وإن شاء الله ربي يوفق الجميع. أدعوك سيد خالد بولفعة لمتابعة هذا الروبورتاج من حظيرة جيجل تازا. نتابع هذا الروبورتاج. خير الدين شيخ خالد. على مساحة 3807 هكتار تتربع الحظيرة الوطنية للتازا والتي تأسست العام 84 في إطار حماية والحفاظ على التراث الطبيعي والتي تضم كل من العوانة زيامة منصورية وسلمى بن زيادة. تحتوي الحظيرة الوطنية لتازة على 416 نبتة بالحظيرة الوطنية لتازة، منها أصناف نادرة ومحمية من طرف القانون، 135 نوع من الفطريات، 147 نبتة طبية. فيما يخص الطيور تحتوي على 131 صنف من الطيور، 39 صنف من الجواتيم، 23 صنف من الجوارح الطيور الجارحة، و19 نوع من الطيور المائية والبحرية. فيما يخص الطيور عندنا بعض الأصناف النادرة والمحمية من طرف القانون، نذكر منها عندنا المقنين المعروف بالحسون، عندنا الهدهد لايفاسي، عندنا بيكي باش، عندنا بيك فار، وعندنا بيك إيبيشات وهو نقار الخشب، كذلك عندنا بلبل الأرطولان، وعندنا كذلك بعض الجوارح النادرة مثل الرخ لبوتوفوف، عندنا الحداية السوداء، عندنا الصقرة المتغيرة. غابة القروش واحدة من أهم المناطق الغابية بالحظيرة، وهي تضم أصنافاً متعددة من الأشجار والطيور النادرة والحيوانات على اختلافها. تعتبر غابة القروش من أكبر الغابات على المستوى الوطني والأجمل على المستوى الوطني أيضاً، مساحتها 10800 هكتار. فيما يخص السياحة الجبلية بالحظيرة الوطنية لتازة، حيث تستقطب الحظيرة الوطنية لتازة سنويا الآلاف من السواح، حيث يأتون إلى غابة قروش يستمتعون بجمال الطبيعة، الأصناف المختلفة النباتية والحيوانية، المناظر الخلابة. سحر جبلي من نوع آخر صنعته غابة بوعفرون بثروتها الغابية المتمثلة في حزام البلوط الفليني وأفاريس، بالإضافة إلى أصناف أخرى كالصفصاف الأسود، الكرز الغابي وغيرها. نحن نتواجد الآن في المنطقة المسمى بوعفرون الواقعة في غابة الدولة تامن توت. كما تشاهدون أنها منطقة يعني غابية بأتم معنى الكلمة، بحيث أن الأشجار يعني فيها هي أشجار قديمة تعود إلى العهد الاستعماري أو ما قبل الاستعمار. الخصوصية نتاع الغابة هذه يعني لا بارتيكولاريتي نتاعها هي أنها فيها ثلاث أنواع من البلوطيات، تروا ديسباس دو شان اللي هما لو شان زان يعني بلوط الزان، لو شان أفارس بلوط الأفارس، وكذلك البلوط المشهور في ولاية جيجل اللي هو البلوط اللي تعتبر من بين الولاية الغابية والجبلية، بحيث أن المساحة الغابية في هذه الولاية تتعدى 57% من المساحة الإجمالية للولاية. هذه الغابة كذلك يعني هي حدودية لزوج ولايات اللي هما ولاية سطيف وولاية ميلا، تحدنا يعني الجبال البابور اللي تابعة لولاية سطيف على الجهة الشرقية، وأما الجهة الغربية فتحدنا جبال
بني عفر تابع إقليميا لولاية ميلا. ثروات الجزائر تحتم علينا الوقوف دائما للتعريف بها. نعود لضيفي في البلاتو لاستكمال النقاش حول دور حاضنات الأعمال التكنولوجية في دعم المؤسسات الناشئة، وضيفي خالد بولفعة، السيد خالد خير الدين بولفعة عقول، مسؤول المشاريع بحاضنة الأعمال بلو جرين بيزنس. أرحب بك من جديد. شكرا. إذن تحدثنا عن دور حاضنات الأعمال في الإبداع وابتكار الشباب، كيف يمكن أن يجد الشباب فكرة مشروع وكيف ترافقونه وما الذي تقدمونه لهم؟ نعم، أكيد كل شاب خاصة الجامعيين واللي يتخرجوا من الجامعة عندهم هذا السؤال، أنا حاب ندير مشروع ولكن ما عنديش فكرة عن مشروع، كيفاش نجيب فكرة عن مشروع؟ أنا دائما في الدورات التكوينية اللي نقوم بها نقولوا المستخلصة من كتاب الستارت اب أنه أفكار المشاريع تأتي من المشاكل، كل ما يكونوا كاين مشاكل كل ما يكونوا فرص لزوبورتينيتي أنه نقدروا نديروا أفكار مشاريع، ولكن هذه المشاكل اللي نقدروا نخرجوا منهم أفكار مشاريع عندها معايير، ليس كل المشاكل يمكن أنها تكون مؤسسات ناشئة. المعايير الأساسية في هذا المشكل، أولا هذا المشكل يكون متكرر، يصير بزاف، كل ما يكون المشكل متكرر كل ما يكون ملح باش نديروا مؤسسة ناشئة. المعيار الثاني أنه يكون يمس فئة كبيرة من الناس، أي المشكل هذا ما يكونش يمس غير مثلا 2 أو 3 أو 5 أشخاص، ولا لازم يكون يمس فئة كبيرة من الناس. المعيار الثالث أنه يكون يسبب نسبة ألم، يكون يسبب تكسر رأس، خسارة دراهم، يعني مضيعة للوقت. والمعيار الرابع هو أنه يكون الشاب هذا يكون حاس به، هو حسب هذا المشكل، يعني إذا توفر في هذا الربع معايير إذن هذا مشكل قابل أنه يكون مؤسسة ناشئة. أكيد بعد تحليل المشكل، وأكيد كاين مشاكل متعددة كل في قطاعه كل حسب ميوله، بعد ما يحلل هذا المشكل ويشوف بلي هذا المشكل حقيقة يمكن أنه نخرج منه أفكار، باش يخرج منه فكرة لازم يصغر هذاك المشكل، لأنه يعني كاين مشكل مثلا مشكل كبير، حتى على مشكل مثلا النظافة أو أي مشكل التنقل أو أي مشكل كي تشوفه هو مشكل كبير، مشكل تاع دولة، إذا كنت حاب أنك أنت باش تلقى له حل لازم تصغره، دير له فئة مستهدفة، تحوس في ولاية معينة أو في بلدية معينة وتحللها، تشوف اسكو صح يعني هذيك البلدية عندهم اسقاط، دير له اسقاط، كي تصغروا اكيد راح يخرجوا لك مجموعة حلول، مجموعة مقترحات يمكن أننا نحلوا بهم هذا المشكل. أكيد كاين حلول اللي ديرهم دولة، ديرهم جماعات محلية، كاين حلول اللي ديرهم جمعية أسوسياسيون، وكاين حلول اللي ديرهم مؤسسات عادية، وكاين واحد الحلول الابتكارية، حلول يعني فيهم إبداع لديرهم مؤسسات ناشئة، لأن المؤسسات الناشئة دائما تعتمد على الإبداع والابتكار، يعني بهذه الطريقة يقدر أنه يعني يستخلص من مشكل إلى فكرة. وأكيد يعني بعد ما يخرج الفكرة كاين دراسة قابلية تزيد هذه الفكرة، لأنه مع كل هذه الحلول المتوفرة الممكنة أنه نحل بهم هذا المشكل لازم نختاروا الحل الأمثل. الحل الأمثل هو الحل الذي يعالج لنا المشكل إما كليا أو جزء كبير منه، اللي ما يكلفناش أموال كبيرة، وأيضا يكون فعال ودائما قابل للتطوير، وهذا اللي تعتمد عليه مؤسسة ناشئة. مثل ما قلت أنه المؤسسة الناشئة في اختلافها مع المؤسسات العادية أنها تنطلق بفكرة إبداعية لمعالجة مشكل في المجتمع ولها نسبة نمو كبير. حتى ربما أن أغلب الأفكار التي جاءت تكيفت مع وباء كورونا. نعم، يعني في الآونة الأخيرة أكيد يعني شفنا عدة يعني مؤسسات ناشئة أو مبادرات من طرف شباب من أجل المساهمة في تحقيق التباعد الاجتماعي، خاصة يعني التوصيل، يعني كنا نشوفه من قبل، يعني قبل كورونا كان المجتمع الجزائري عنده عقدة خدمة من التوصيل والبيع عن بعد. نعم، تجارة الإلكترونية. نعم، خدمات انتعشت مؤخرا. نعم، مع جائحة كورونا. نعم، سابقا كان المجتمع الجزائري أو كثير منه لا يؤمن بالتجارة الإلكترونية ولا يؤمن بأنه يمكن أنه يشري شيء عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وتصله إلى المنزل ويدفع ثمنها وكل شيء. يعني الكورونا اللي خلتنا أن ندخل للمنزل دفعت أنه الإنسان عنده حاجيات بزاف، يحتاج أمور ولا يشوفهم في مواقع التواصل الاجتماعي ولا سهولة عليها، حتى الأسعار أصبحت تنافسية. نعم، يمكن له أنه يطلب أي شيء يعني، وهذا الشيء يوصله إلى المنزل
ويدفع ثمنه. أكيد يعني التجارة الإلكترونية ولا العملية الصحيحة هي يجب أن يتوفر هنالك دفع إلكتروني e-payment، يعني عندما يرى منتج يريد شراءه يقوم بطلبه عن طريق يعني تقنية الدفع الإلكتروني، يستطيع أنه يدفع ثمن السلعة أو المنتج أو أي شيء. وهذا ما تسعى إليه وزارة التجارة من خلال تعميم هذه الخدمة عبر كل المحلات تقريبا. وتصل إلى المنزل، وهنا يعني هذا يعني الانتعاش التجارة الإلكترونية جعلت إنشاء مجموعة من مؤسسات. كان مؤسسات في التجارة الإلكترونية لدائرة مواقع التجارة الإلكترونية، كان مؤسسات للتوصيل، كان مؤسسات أيضا حتى مؤسسات ناشئة في مجال الدفع الإلكتروني. يعني دائما أزمة أو مشكل مثل كورونا اللي يعتبر يعني مشكل عالمي، يعني تأخذ عناء الدفع مقابل أخذ ربما النقود بعدها هكذا. نعم، يعني في الوقت الحالي أنه يوجد تقنية الكاش ديليفرد، يعني الدفع عند التسليم. يعني بعد ما يصلك المنتج توصل. نرى حتى أنه يعني طلب المأكولات، يعني عند فاست فود أو بيتزا، أو يمكن لك أن تطلبها وتصلك إلى حتى في أوقات الحجر، عندما كنا نخضع للحجر المنزلي في أوقات معينة هناك التوصيل حتى في أوقات الحجر. نعم. يعني السلطات المختصة منحت تسهيلات ترخيصات لهؤلاء المتعاملين. نعم، لأنه مجال التكنولوجيا ومجال المؤسسات الناشئة بصفة عامة يسهل حياة الناس، يدفعهم ولا يوصلهم إلى مجال الرفاهية، لأنه الكثير من الناس يعني وهذا ما يبحث عنه المواطن. نعم نعم نعم، أكيد يعني تسهيل حياة الناس أو جعل حياة الناس كريمة، هذا من بين الأهداف الوطنية، وتحقيق ذلك ليس مهمة الدولة فقط أو رئيس الجمهورية، هي مسؤولية الجميع. يمكن تأسيس عدة مؤسسات في مجال الخدمات مثل تحدثت عليها. يعني مجال الخدمات في الجزائر لا يزال فقيرا نوعا ما، يعني يحتاج إلى مبادرات كثيرة من طرف مؤسسات كبرى وحتى مؤسسات ناشئة، لأن المؤسسات الناشئة تستطيع أن تلبي ولا تقدم خدمة محلية على المستوى المحلي، باعتبارها يعني من تلك المنطقة تعرف هذاك المشكل مليح وتقدر تلقى له حل مناسب وتوفر خدمات راقية ومميزة للزبائن، تخلي الزبائن كما نقولوا أوفياء ويتعاملوا كثير مع هذاك الشيء. بالحديث عن الشركات السيد خير الدين بولفعة، هناك نوع جديد من الشركات وهي الشركة ذات الأسهم المبسطة. نتحدث عن هذا النوع وكيف ستساهم أو يساهم هذا النوع في الاقتصاد الوطني. نعم، أشكرك على هذا السؤال. يعني في الآونة الأخيرة منذ شهر تقريبا أعلن رئيس الجمهورية على إنشاء قانون جديد ولا قانون أساسي جديد للشركات، اللي هي شركة ذات أسهم مبسطة SPS. وهذا الشكل كان اقترح ولا عمل عليه من طرف طاقم وزارة المؤسسات الناشئة، وقد أعلن عنه في أكتوبر 2020. لماذا إنشاء هذا النوع الجديد أو القانون الأساسي الجديد لSPS، شركة ذات أسهم مبسطة؟ هذا الشكل مناسب كثيرا لأصحاب المؤسسات الناشئة، لأنه أي مؤسسة ناشئة في طول مدة حياتها أكيد يعني لديها عدة حملات تمويل من طرف إما مستثمرين أو خواص أو أطراف من العائلة أو أي شخص يريد أنه يستثمر في هذه المؤسسة، ما عليه إلا أنه يشري أسهم فقط. في الجزائر كاين عدة ولا مجموعة من أشكال قانونية للمؤسسات، كاين شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة ذات الشخص الواحد، شركة ذات أسهم SPS، وشركة تضامن. كلها يعني ليست مناسبة كما قلوا جيدا للمؤسسات الناشئة، لذلك فكرت الوزارة في إنشاء هذا الشكل الجديد وهي شركة ذات أسهم SPS ولكن أسهم مبسطة. أولا التأسيس تاعها لا يكون مثل المؤسسة ذات أسهم اللي يلزم لك 7 أشخاص، يلزم لك 10 مليون دينار، ما فيهاش كل هذه التعقيدات، لأن مؤسسة ناشئة كي تنشأ هي أصلا يعني في مرحلة الانطلاقة، يعني ما عندهاش إمكانيات كبيرة، وأصلا جات باش تعالج مشكل. يعني نسبة المخاطرة تاعها 90%، 10% قدرة تنجح، 90% قدرة لا. إذن يجب أن تنشأ بالطريقة المناسبة، والSPS
هو الشكل المناسب لها. يعني يستطيع أي شخص يعني عامل أو مقاول أو أي شخص يملك نسبة من الأموال أنه يستثمر في هذه المؤسسة، يعني يشري فيها أسهم، وهذه الأسهم راح تساعد المؤسسة الناشئة أنها تكبر وتنمو وتحقق نجاحات. وأكيد يعني هذا راح يدفعها أصلا يعني بعد مدة ولا بعد نجاحها أنها تقول أنني ندخل البورصة الجزائر. نعم تدخل إلى بورصة الجزائر، اللي نشوفوا بلي بورصة الجزائر هي خامدة نوعا ما. إذا يعني بهذا القانون أنا في وجهة نظري نشوف بلي راهو راح يساعد كثير تفعيل بورصة الجزائر. يعني راح يدفع المؤسسات الناشئة في هدفهم من أجل الحصول على تمويلات من طرف الخواص أو من طرف أشخاص أنهم يدخلوا إلى البورصة ويطرحوا أسهمهم في البورصة، واللي أي شخص يقدر يشتري أسهم. تحدثنا عن البورصة، نتحدث عن العملة الصعبة أيضا. نعم أكيد يعني أكيد يعني بورصة الجزائر يعني منذ سنوات هي خامدة، تحتاج إلى أنه تفعل، لأنه أي اقتصاد على مستوى العالمي البورصة هي رئة الاقتصاد. لذلك تفعيل بورصة الجزائر هي من بين أهميات والأولويات اللي يمكن الاعتماد عليها من أجل الانتقال الاقتصادي من تبعية المحروقات إلى اقتصاد. شكرا جزيلا لك، رسالة وصلت سيد خير الدين أبو الأفعام، أنتم مسؤول المشاريع بحاضنة الأعمال بلو جرين بيزنس، شكرا جزيلا لكم. شكرا للاستضافة. والآن مشاهدينا ننتقل إلى غرفة الأخبار وموجز لأهم الأنباء. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، نستكمل ونستعرض معكم باقي فقرات وأركان برنامج هذا صباح إلى غاية تمام 11 صباحا. التالي ضيف الصباح. الحديث عن جنوبنا الكبير يقودنا لتسليط الضوء حتما عن الصناعات التقليدية والحرف، تنوع ثقافي وموروث حضاري. يسعدني استضافة سيد محمد منصوري مدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف لولاية تندوف. صباح الخير سيدي، وشكرا على تلبية دعوة البرنامج. صباح الخير وشكرا على تلبيتكم هذه الدعوة المباركة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. أبدأ معكم السيد منصوري من دور الغرفة ومهامها خاصة في تنشيط قطاع الصناعة التقليدية والحرف بالولاية. الغرفة هي فضاء للحرفيين من أجل تنشيط قطاع الصناعة التقليدية والحرف. هذه الغرف أنشئت بمرسوم تنفيذي صادر في 1997. في البداية كانت الغرف جهوية، في 2003 تحولت الغرفة نتاع تندوف إلى غرفة ولائية مستقلة بعد ما كانت تابعة لغرفة أضرار. منذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا تقوم هذه الغرفة بمهام تتمثل أساسا في تنشيط قطاع الصناعة التقليدية والحرف على مستوى الولاية، مرافقة الحرفيين للإنتاج والتكوين، أيضا إقامة معارض ونشاطات ترقوية، المشاركة في المعارض الوطنية والدولية، تمثيل الجزائر في مختلف المحافل الدولية في قطاع الصناعة التقليدية والحرف. لماذا؟ لأن قطاع الصناعة التقليدية والحرف يعتبر رافد من روافد الاقتصاد، وهو كقطاع منتج ومهم جدا في إطار الانتقال من الاقتصاد المبني على البترول إلى الاقتصاد المتنوع والدائم إن شاء الله. طيب سيد منصوري، ما هي أهم الحرف والصناعات التقليدية التي تسخر بها ولاية تندوف؟ ولاية تندوف هي ولاية تقع في أقصى الجنوب الغربي الجزائري. هذه الولاية تمتاز بعدة نشاطات في الصناعة التقليدية والحرف، مثل الحلي التقليدية، كذلك الملابس التقليدية في تندوف، خاصة الدراعة والملحفة.
أيضا هناك صناعة تقليدية مرتبطة بالأكلات الشعبية المعروفة في المنطقة، كذلك هناك صناعة تقليدية مرتبطة بالموسيقى والنشاطات الموسيقية، كذلك هناك نشاطات تقليدية مرتبطة بالمنتجات نتاع الجمل مثل كما نقولوا الراحلة والإكسسوارات اللي تابعة لهذا الحيوان وهذه الوسيلة المهمة في الصحراء. كذلك هناك مثلا بما أنه تندو في منطقة صحراوية معروفين بالاهتمام بالوسائل المستعملة لتقديم الشاي، هذه الوسائل الآلات مهمة جدا في تندو ويقوموا بها سواء صناعتها من البداية كذلك العرض نتاعها وتقديمها في أواني فاخرة ومناسبة. ونحن في عز جائحة كورونا أكيد أن غرفة الصناعات التقليدية بتندوف لها دور في هذا المجال. طبعا فيما يتعلق بالصناعة التقليدية هو قطاع مهم وساهم في مواجهة هذه الأزمة الصحية أيضا لازم نعرفه باللي قطاع الصناعة التقليدية والحرف على مستوى الوطني فقط مثلا نعطيه الرقم تم صناعة أكثر من 18 مليون كمامة على مستوى الوطني مختلف الغرف، من هذه الغرف غرفة تندوف، خاصة نحن حوالي أكثر تقريبا أكثر من 80 ألف كمامة درناها في الغرفة نتاع تندوف فقط هذا الرقم. أيضا هذه الكمامات توزعت على مختلف المصالح خاصة قطاع التربية اللي ساهمنا في صنع الكمامات بالنسبة لامتحانات شهادة التعليم الأساسي وشهادة التعليم البكالوريا في 2021 كمساهمة للقطاع في هذا، لأنه قطاع الصناعة التقليدية رغم أنه الأزمة والوضعية هذه فرضت عليه نوع من تقليل النشاطات، تعليق النشاطات خاصة النشاطات اللي عندها علاقة بالجمهور مثل المعارض والتنقلات، هذا خلى القطاع ما قعدش مكتوف الأيدي، ساهم في الأزمة هذه، وهذا دور وطني قام به الحرفيين على مستوى الوطني منهم حرفي ولاية تندوف. نحن نعرف أننا في عز موجة كورونا تم التخفيف من المعارض والتظاهرات الثقافية، لكن يبقى الحديث عن المعارض والتظاهرات الثقافية مهم جدا للتعريف بالتراث اللامادي للولاية. طبعا المعارض تعتبر في نسبة لقطاع الصناعة التقليدية هي فرصة وآلية من آليات التسويق نتاع المنتجات الصناعة التقليدية، لذلك المعارض على مستوى سواء كانت معارض محلية أو معارض جهوية أو معارض وطنية وحتى على مستوى الدولي، غرفة تندوف تشارك الحرفيين تاع تندوف يشاركوا في هذه المعارض خاصة قبل 2020 مع الأزمة هذه، مثلا شاركوا في معارض في دولة النيجر، معرض إفروان في 2019، معرض المدن القديمة بموريتانيا، أيضا هذه المعارض القريبة. بعد ذلك مثلا عندنا معرض الأسهر بولاية طمرس أيضا شاركت فيها، هناك معرض دولي أيضا في ولاية تندوف يقولوا له معرض الموغار اللي تم إعادة إحيائه منذ 2019 شاركت في طبعة 2019، وكذلك شاركوا في طبعة 2021 لأنه 2020 تم تعليق تنظيم هذه. أيضا الحرفيين تاع تندوف يشاركوا حتى في المعارض الدولية لأن هذه المعارض تعتبر فرصة لتسويق المنتجات التقليدية وفرصة لبيع المنتجات تاع الحرفيين خاصة المنتجات التقليدية ذات الجودة والامتياز، الجودة نتاعها ممتازة، لذلك قطاع الصناعة التقليدية طبقا للبرنامج نتاع الحكومة وسياسة رئيس الجمهورية في القطاع الاهتمام بهذا القطاع، ولات الحكومة تخلق فضاءات حاليا احنا عندنا الحرفيين مشاركين في معرض في برشلونة، قبلهم كان عندنا معرض في روما في إيطاليا، إذن هذه النشاطات مستمرة وهي الآن القطاع يحضر باش يساهم في
البرنامج نتاع الحكومه في اطار مع العاب البحر الابيض المتوسط في وهران في نهايه تقريبا جوان. نعم. إذن القطاع عنده مساهمه كبيره في هذا التظاهرات. اذا كل التظاهرات الوطنيه والدوليه راح هي بالنسبه لنا فرصه وفضاء لتسويق المنتجات ومساعده الحرفيين باش يتجاوزوا. هذا ما خلاناش فقط نكتفوا بهذه الآليات. الآن الوزارة منذ 2020 بسبب الكوفيد ممكن دخلنا فيما يعرف برقمنة القطاع. رقمنة القطاع سواء بتخفيف الوثائق طبقا لتعليمات الحكومة والوزارة الوصية، أيضا استعمال التكنولوجيات الحديثة للتسويق، لأن احنا كل غرفة حاليا عندها منصة إلكترونية للتسويق الإلكتروني. هذا آلية جديدة باش نساعد يتم الولوج إليها عبر الدخول إلى الموقع. نعم كل غرفة الآن عندنا 48 غرفة، عند كل غرفة عندها منصة إلكترونية للتسويق المنتجات. أيضا هناك تطبيقات أيضا قامت بها مثلا الغرفة الوطنية، عندنا تطبيق ألو حرفي يقدر أي إنسان عن طريق التطبيق هذا يتحصل على رقم تليفون تاع أي حرفي ويعطيه حتى الأعمال نتاعو باش يتصل به يجيه يختم له الحوايج اللي راهي يطلبها منه، سواء فيما يتعلق بالحرفيين نتاع الصناعة التقليدية الفنية أو الخدمات. إذن هذه الآليات اللي دارتها الوصاية من أجل مواكبة التطور التكنولوجي ومساعدة الحرفيين على تسويق المنتجات نتاعها. هذه الآليات سيد منصوري والخدمات أيضا ربما تساهم في خلق قيمة مضافة وتطوير الاقتصاد الوطني بعيدا عن المحروقات. طبعا التكوين هو مهمة من مهام الغرف، هي تكوين ومرافقة الحرفيين. هذا التكوينات تختلف على حسب الاحتياجات نتاع اولا المناطق، يختلف من منطقه الى اخرى، ولكن غالبا كل الحرف الموجوده في المدونة الصناعه التقليديه والحرف اللي عندها اكثر من 370 نشاط في المدونه، هؤلاء يتحصل الحرفيين على تكوينات تقوم بمرافقتهم الغرفه والقيام بها. عندنا مثلا في تندوف عندنا زيت الأرقال، وهو زيت مهم جدا بالمنطقة وتمتاز به، يتم تسويقه ربما حتى للخارج نظرا لقيمته. طبعا هذا زيت الأرقال الغرفة قامت بدورات تكوينية لتعليم النساء الماكتات في المنزل والنساء الصحراويات والريفيات، المرأة الريفية والموجودة في هذه المناطق بالتنسيق مع الغابات وكذلك الحظيرة الثقافية للحضارة الثقافية لتندوف تحت إشراف الوزارة الوصية، قامت بدورات تكوينية لتعليم الحرفيات. آخر دورة تكوينية في نهاية ديسمبر 2021 قمنا بتكوين 20 حرفية في استخراج زيت الأرقان هذا، من أجل أنهم يفتحوا في المستقبل ورشات لاستخراج هذا الزيت، وبالتالي يقوموا بالتعاون مع قطاع الغابات بخلق نشاط اقتصادي مهم وتثمين شغل ايضا هذه الثروه المهمه اللي تمتاز بها ولايه تندوف دونا عن الولايات الاخرى. كما قلتم هذه الصناعات وهذه الحرف وأيضا الدورات التكوينية تساهم في خلق مناصب شغل وبالتالي التقليل من البطالة. طبعا كما قلت قطاع الصناعة التقليدية والحرف هو قطاع استراتيجي ومنتج للثروة، بالتالي نحن نحاول أهم حاجة مرافقة الحرفيين. يمكن الاستثمار أيضا في هذا العنصر. طبعا مرافقة الحرفيين من أجل أولا تثمين المنتجات نتاع الصناعة التقليدية، أيضا تسويق هذه المنتجات، وأيضا التعريف بالموروث الثقافي والحرفي الموجود في الجزائر على مستوى كل ربوع الوطن. ما هي أفاق غرفة الصناعة التقليدية بولاية تندوف؟ طبعا هناك برنامج في إطار
خاصة مع مجلس الوزراء في الأخير رئيس الجمهورية طلب من الحكومة مساعدة الحرفيين وأيضا ترقية قطاع الصناعة التقليدية والحرفية. في إطار هذا البرنامج الغرف تجسد السياسة نتاع الوصاية في هذا القطاع، ونحن سوف نستمر أولا في تنشيط القطاع مرافقة الحرفيين، لأن حتى مثلا في الأزمة الصحية الحكومة قامت بتعويض الحرفيين، سواء الحرفيين على مستوى 10,000 دينار في بداية الأزمة، ثم بعد 30,000 دينار لكل شهر طيلة 3 شهور. هذه المرافقة الهدف انتهى أنها نستمر ونخلو الحرفيين يقوموا بزيادة الإنتاج، وأيضا هناك خلق نوع من المنافسة، مثلا الجائزة الوطنية للصناعة التقليدية، وهي يعني مناسبة مهمة من أجل تحسين المنافسة وخلق الإبداع. نعم، الإبداع والجودة، لأن حقيقة عندنا صناعات حرفية ممتازة تحتاج إلى الإبداع، وأيضا نشجع الأجيال الصاعدة والشباب على الدخول في هذا القطاع والإبداع. لذلك البرنامج هو موجود مستمر، وأيضا كما قلت لرانا مثلا نحضر المناسبات والتظاهرات الوطنية القادمة كلها، مثلا هذا أيضا ما سيساهم في تطوير قطاع السياحة. هذه النشاطات يمكن أن تساهم في تطوير قطاع السياحة لاحقا من خلال البرنامج الذي تحضرونه لألعاب البحر الأبيض المتوسط طبعا إجراؤها في سنة 2020. قطاع الصناعة التقليدية نحن بالمرافقة تاع الحرفيين وأيضا تنفيذ مختلف التظاهرات سواء على مستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني وحتى الدولي، الهدف انتهى إعطاء فرصة للحرفيين من أجل عرض المنتجات نتاعهم، التعريف نتاع بالمنتجات نتاعهم، وأيضا مرافقة وتكوين الحرفيين في كل القطاعات، خاصة حتى نخلق الآن، لأن الآن الهدف الأساسي هو الانتقال من الحرفي الفرد إلى الحرفي المقاول، لأنه بغينا نخلقهم من الحرفيين باش يزيدوا قطاع توفير مناصب الشغل في مختلف الحرف. هذا لازم ننتقلوا من الحرفي اللي راه تقليدي الحرف الفرد إلى الحرف المقاول اللي يقوم بإنتاج مقاولاتية، وحتى في أجهزة الدعم كلهم سواء على مستوى لاكناك ولا لوندي ولا لونجيم راه يتساهم في تمويل المشاريع للحرفيين في مختلف القطاع. يبقى قطاع الصناعات التقليدية قطاع مهم جدا وبديل اقتصادي خارج عن المحروقات. شكرا جزيلا لك سيد محمد منصوري مدير غرفة الصناعات التقليدية والحرف لولاية تندوف على كل هذه التفاصيل وعلى الحضور أيضا. العفو، بارك الله فيكم على الدعوة والسلام عليكم. شكرا. والآن مشاهدينا ننتقل بكم في رحلة سياحية إلى إحدى مدن الثورة بشار تغيد. هي مشاهد تعلن عن انطلاق موسم السياحة الشتوية بعروس الثورة تغيد قد حان، فبرمالها وواحاتها وجبالها الصخورية صنعت سحرا طبيعيا لا يقاوم، إلى جانب تراثها التاريخي المادي واللامادي، كلها مقومات جعلت الزائر فضوليا لاستكشافها. شفنا الهواء نقي، شفنا حضارة تاعنا، شفنا بلي الناس كانوا عايشين هنا من قبل، ولازم نستحفظوا على الامور هذو. جينا نكتشفوا الحضارة تاعنا تاع بلادنا، شوفوا الناس البدائي كي كان عايش، منها واحد بالحضارة تاعي يعرف وين يروح، يعرف كي يتمشى الخطوات تاعه. كل عام تقريبا كل عام نجي هنايا، انا كل عام نجي هنايا في تغيت وضيفوا مرتين، لقيت عالم واحد اخر. رانا سي لا بروميير فوا تاعي نجي للصحراء، مي ما شاء الله سي مانيفيك والله، ربي يخليهم ان شاء الله. بلادنا شابه، الناس ما يتحوسها، الناس ما يدور. ننصح الشباب الجزائريين يدوروا بلادهم. راني جاي من ولايه بومرداس، راني جاي في ترونسبور نورمال، جينا نحوسوا ولايه تغيت بالشهر،
جينا نحوسوها شفناها بزاف حاطين لي فوطه تاعها وحاجه شابه. احنا مجموعه ناشئه جينا من تيزي وزو باش نشوفوا السياحه الداخليه تاعنا في بلادنا وخاصه هنا تاغيت. السائح لا يفوت عيشة التجربة في هذه البيئة التي تعكس تراث المنطقة. التجديف بهذه القوارب الصغيرة متعة يدركها إلا من زار هذه البحيرة بقلب تاغيت اللؤلؤة. راني من سطيخ إن شاء الله، جيت لمدينة تاغيت هذه عندي يومين وعجبتني بزاف. البركة هذه رائعة، الله يبارك، ممتعة، ننصح الناس بزيارتها. راني مقلعه وعجبني بزاف الحال، ما طوندي باسا، شغل ما كنتش ظن بلي نسيب بحيره هكا في الصحراء، عفسه شابه بزاف وراهم يجوا لي توريست من كل بلاصه. استغلال هذا الفضاء الطبيعي الساحر جاء لحدود السيد حمزه، حيث تقع واحته على ضفاف البحيره لتصبح فكره استثماريه سياحيه. احنا في هنا في تاغيت عندنا جنان هنا نتاعنا. سمنا ربي سبحانه وعطانا هذا العين، هذا العين سمنا خرج من هذه البحيره هذه، راه يجونك شغل. لاحظنا بعد السنين اللي فاتوا لاحظنا السواح يجوا بزاف هنا لهذ البلاصه يتصوروا فيها يريحوا فيها، جاتنا فكره باللي باش نديروا الفلوكات هذو باش يجوا الغاشي هنايا، والحمد لله السياحه تطورت ملي درنا هذو تيجوا لي توريست، يجوا من الجزائر من عنابه من وهران من ليترونجي كاع الناس تجي يجوا يشربوا لاتاي يديروا هنايا. عندنا المردوم هنا، اللحم، الدجاج، كلش كاين. توثيق السياح لهذه اللحظات سيبقى راسخا في الذاكرة لجمال المنطقة وسحرها. نتمناه عام أمن وأمان على وطننا الجزائر. هي تاغيت الساحرة بمناظرها الخلابة تفتن كل من يزورها ليعود لزيارتها مرة واثنان وثلاثة، وأنتم لا تفوت رحلة استكشافها. كانت معكم مينا العرج لبرنامج مراسلون. ومن التراث المادي إلى أخبار الرياضة بعد فاصل قصير. أخبار الرياضة اليوم في تقديمها زميل عياشي مسيلي. صباح الخير عياشي. صباح النور زميلتي أسماء. أكيد البداية ستكون بخبر تأهل المنتخب المغربي إلى نصف نهائي في كأس إفريقيا. نعم، هو تأهل إلى دور ربع النهائي من نهائيات كأس أمم إفريقيا، ولكن قبل ذلك نشرع في الحديث عن مباراة جمعت بين منتخب السنغال ضد منتخب قوي أبان عن إمكانيات كثيرة، ومنتخب الرأس الأخضر منتخب السنغال الذي حقق الأهم في مباراة دور ثمن النهائي وفاز بهدفين دون رد. افتتح باب تسجيل ماني في الدقيقة 63، ثم أضاف اللاعب ديانغ الهدف الثاني في الدقيقة 92. هذه المباراة التي عرفت خروج وطرد كل من أندريدي وأيضا فوزينا بالبطاقة الحمراء، وكان ذلك في الدقيقة 21 والدقيقة 57، وهو ما فتح المجال لمنتخب السنغال من تسجيل ثنائية في هذا اللقاء الذي أهلهم لمباريات دور ربع النهائي. من كان الكاميرون في النسخة 33، أكيد منتخب السنغال الذي قدم أفضل ما لديه في هذا اللقاء، وهو الذي كان وصيف بطل النسخة الماضية حين انهزم أمام المنتخب الوطني الجزائري في كان مصر 2019. وأدار هذه المباراة زميلتي أسماء الحكم لحلو بن براهم الذي كان في المستوى رغم طرده للاعبين وهم فاندويزا وأيضا أندرادي، كما قلنا في بداية الحديث عن هذا اللقاء، وبهذا يضمن منتخب السنغال أو أسود التيرانغا تأهلهم إلى الدور القادم وهو دور ربع النهائي من كان الكاميرون في نسخة 33. كما كان الحال أيضا مع منتخب المغرب الذي فاز بهدفين مقابل هدف واحد أمام منتخب مالاوي، منتخب مالاوي الذي كان سباقا لفتح باب التسجيل، ثم عاد المغرب في هذا اللقاء ومنتخب مالاوي قدم مباراة استثنائية رغم نقص الخبرة الإفريقية في هكذا مواعيد. وأكيد زميلتي أسماء
اليوم منتخب السنغال الذي كان وصيفا للجزائري عام 2019 بخطوات ثابتة من أجل بلوغ أبعد نقطة في كان الكاميرون. أكيد منتخب السنغال الذي يضم لاعبين مميزين على غير ساديو ماني، أيضا ديانج، الحارس ماندي وكوليبالي وغيرهم من اللاعبين الذين ينشطون في أغلب الدوريات الأوروبية الكبرى. زميل عياشي، ماذا عن مباراة يوم أمس المغرب وملاوي؟ نعم، هذه المباراة كما قلنا فاز المنتخب المغربي أمام منتخب ملاوي في هذا اللقاء، وأكيد اليوم منتخب تونس الذي سيواجه منتخب بوركينا فاسو اللذان تأهلا إلى دور ربع النهائي، أيضا منتخب الكاميرون صاحب الضيافة سيستقبل منتخب غامبيا، هذه المفاجأة، وهو الحصان الأسود في كان الكاميرون في أول مشاركة له في النهائيات يتأهل إلى دور ربع النهائي، بينما منتخب السنغال سوف ينتظر الفائز من مباراة منتخب مالي ومنتخب غينيا الاستوائية، في حين المنتخب المغربي سينتظر الفائز بين منتخب كوت ديفوار وحتى منتخب مصر. إذا كان هذا أبرز ما جاء في مباريات يوم أمس، والآن الحديث عن مباريات اليوم. مباراة مثيرة جدا وكلاسيكو إفريقيا بين منتخب الفراعنة مصر وأيضا الفيلة كوت ديفوار. نستمع لهذه القراءة ونعود إليكم. قمة دور الثمانية سيشهدها ملعب جابوما بدوالا بين منتخب كوت ديفوار ومنتخب مصر. بين مواصلة المشوار والعودة لمنصة التتويجات يدخل أشبال كيروش هذه المواجهة بتعداد مكتمل، وسيعتمد الخبير البرتغالي على نجمه محمد صلاح وقوة دفاعه الذي يقود أحمد حجازي وخبرة حامي عرينه محمد الشناوي. الفراعنة الذين وصلوا لهذه المحطة بعد فوزين أمام غينيا بيساو والسودان وهزيمة أمام منتخب نيجيريا الذي خرج من المنافسة بعد أن كان أبرز المرشحين. من جهة أخرى منتخب كوت ديفوار الساعي بدوره للوصول لأبعد نقطة في هذا الموعد القاري بقيادة المدرب الفرنسي باتريس بومال الذي يعرف خبايا الكرة الإفريقية، وبالاعتماد على نجومه خاصة في خط الهجوم على غرار زها، بيبي وهالر وهو الثاني أقوى خط هجوم، وبالاعتماد على وسط ميدانه متمثلا في كيسي سانغاري وسيري يريد مباغتة الدفاع المصري. بلغة الأرقام منتخب مصر واجه كوت ديفوار في 10 مناسبات، وكان ذلك في نهائيات الموعد القاري، فاز أحفاد الفراعنة في 7 وتعادل في مواجهتين، والاستثناء كان عام 90 حين فاز زملاء عبد الله طروري هنا بالجزائر. 9 نجوم سترصع سماء دوالا، وقمة تحمل معاني الإثارة والفرجة، ومواجهات ثنائية مرتقبة كلها عناوين لقمة الفيلة والفراعنة، فلمن ستحسم المواجهة رقم 11؟ نعم، أرقاب كثيرة قبل هذا الموعد في المواجهة رقم 11 بين المنتخبين أحفاد الفراعنة والفيلة في الموعد القاري. فعبر التاريخ سبق للمنتخبين أن التقيا في 10 مواجهات، فاز منتخب مصر في 7، تعادل في لقاء وفاز الفيلة في مباراة واحدة. منتخب مصر كلما تجاوز منتخب الفيلة ذهب إلى أبعد نقطة في هذا الكان. أكيد المباراة سوف تكون منقولة على القناة الأولى الجزائرية، وهذا بداية من الساعة 5 مساء بحول الله. أكيد زميلتي أسماء، مباراة مصر والفيلة هي دائما كلاسيكو إفريقي، والدليل على ذلك في بعض الأرقام. منتخب مصر الذي يشارك للمرة 25 في هذا الموعد القاري، بينما الفيلة الذين يشاركون للمرة 24. أيضا بالإحصائيات والأرقام، منتخب مصر الذي سجل لحد الآن 165 هدفا خلال كل الدورات، بينما منتخب الفيلة هو ثاني أفضل خط هجوم بعد مرور كل الدورات ب 144 هدفا. إذن أرقام كثيرة قبل هذا الموعد، فمن سيحسم قمة جابوما بدوالا الكامرونية، منتخب كوت ديفوار أو منتخب مصر؟ أيضا هناك زميلتي أسماء مباراة أخرى تجمع بين منتخب مالي ومنتخب غينيا الاستوائية. منتخب مالي رغم كل الأساطير واللاعبين الذين مروا على نسور مالي إلا أنهم لم ينجحوا في تحقيق ولو كأس إفريقيا
وحيدة ومنتخب غينيا الاستوائية الذي يشارك للمرة الثالثة فقط في نهائيات كأس أمم إفريقيا بعد 2012-2015، وهذه هي المرة الثالثة في كان الكاميرون. منتخب مالي صاحب أفضل خط دفاع إلى جانب منتخب السنغال حيث تلقى هدفا واحدا، بينما منتخب السنغال الذي تخلو شباكه من أي هدف لحد الآن. مباراة ستكون مفتوحة على كل الاحتمالات، خاصة أن منتخب غينيا الاستوائية قدم مردودا رائعا في الدور الأول من نهائيات النسخة 33، وهذه المباراة سوف تكون بداية من الساعة 8 مساء بحول الله. إذن هذه زميلاتي أسماء تقريبا عن أخبار الكان. ننتقل الآن إلى الرابطة المحترفة الأولى. نعم، في الرابطة المحترفة الأولى أرقام كثيرة في الجولة 15، حيث كانت مباريات مثيرة خاصة بالدربي العاصمي بين اتحاد الجزائر ونصر أتلتيك بارادو، وانتهت بفوز الاتحاد في ملعب عمر حمادي بهدفين مقابل هدف واحد، وبذلك اتحاد العاصمة يعود لسكة الانتصارات. أيضا هناك مباراة مثيرة جمعت في الصورة بين شبيبة الصورة ووفاق سطيف، انتهت على وقع التعادل الإيجابي هدف في كل شبكة. نعم، والآن سوف نشاهد أهداف اتحاد العاصمة ونادي أتلتيك بارادو في ملعب عمر حمادي ببلوغين، حيث افتتح باب تسجيل لاعب القسمي بعد انفرادي أمام الحارس وجها لوجه بعد خطأ من الحارس مجادل، الحارس الذي كان في المنتخب الوطني الجزائري. إذا بالقسمي يسجل الهدف الأول في هذا اللقاء في الدقيقة 24 أمام نادي أتلتيك بارادو، هذا النادي الشاب الذي دائما يحقق نتائج إيجابية في الرابطة المحترفة الأولى. أيضا اتحاد العاصمة الذي عاد بقوة في الجولة الأخيرة، وهذا هو الهدف الثاني للاعب القسمي، هدف جميل جدا في الدقيقة 33، ونشاهد دائما فرحة عدم وجود الأنصار في المدرجات زميلاتي أسماء يعود إلى انتشار فيروس 19 كوفيد 19 للأسف الشديد، التدابير الاحترازية والوقائية التي تتخذها السلطات المعنية في هذا الإطار للحد من انتشار وباء كورونا. طبعا نعم أكيد طبعا، ويجب أخذ هذه الاحتياطات اللازمة والتدابير من أجل حد الانتشار من هذا الفيروس الذي ترتفع أعداده خاصة في هذه الأيام الماضية، وهذا هو الهدف بوزوق الذي سجل لأتلتيك بارادو. إذا هذه هي مباريات متعة مشاهدة مباريات كرة القدم، خصوصا أو أقول رغم مشاهدتها ما وراء الشاشات. أكيد نعم، دائما للأنصار نكهة خاصة في مباراة كرة القدم، الأنصار هم نكهة هذه الرياضة التي تحتاج دائما إلى أنصارها، وكل فرق تحتاج إلى دعم كل من يكون حولها من أنصار، لأنها تدعمهم وتساندهم دائما وأبدا في الفوز وعند الخسارة. أيضا في أبرز ما جاء من مباراة الجولة 15، أما الأربعاء يفوز على نصر حسين داي بثلاث أهداف مقابل هدف واحد، أيضا هلال شلغم العيد الذي تعادل بهدف في كل شبكة أمام شباب قسنطينة، مولودية وهران أخيرا يفوز بهدفين مقابل هدف واحد حين استضاف نجم مقرى، في حين أيضا اتحاد بسكرة الذي فاز بهدفين مقابل هدف واحد أمام أولمبي المدية الذي يعاني كثيرا هذا الموسم ولم يحقق أي نقطة خلال ثماني جولات مضت، وهو يبحث الآن عن الديكليك من أجل العودة إلى سكة الانتصارات. أيضا كما قلنا شبيبة الصورة تعادل في هدف في كل شبكة أمام وفاق الصيف، في حين المتصدر شباب لوزاد الذي حقق الأهم حين فاز على سيراغ ليزان بهدفين دون عياشي. ولا ننسى التذكير بشبيبة القبائل التي ستدخل غدا بحول الله الرابطة الإفريقية. نعم، شبيبة القبائل التي لم تلعب أمام مولودية الجزائر، وكانت هذه الجولة مبطورة من هذا اللقاء، وذلك بسبب مشاركة شبيبة القبائل في المنافسة القارية، حيث ستواجه نادي ليوبارتس، هذا رويال ليوبارتس الإسواتيني غدا بحول الله. الشبيبة التي تريد الفوز بهذا اللقاء وهي التي انهزمت ذهابا بهدف دون رد في إسواتيني تريد العودة مجددا إلى سكة التتويجات، خاصة وأن شبيبة القبائل فريق الألقاب منذ سنوات، وهو الذي كان وصيفا في النسخة الماضية من كأس الكاف. دون أن ننسى عياشي شباب الصورة وفاق سطيف وشباب الوزداد أيضا. نعم، شباب الوزداد الذي يبقى دائما متصدرا للرابطة المحترفة الأولى ب 33 نقطة، وفاز على نادي سريع غليزان بهدفين دون رد. إذا نجد شباب الوزداد متصدرا ب
33 نقطة، أيضا شبيبة الثورة ب 28 نقطة، في حين نجد مولودية الجزائر ب 27 نقطة. لهذا اليوم شبيبة القبائل كانت مبتورة من هذا اللقاء بسبب مواجهتها لمولودية الجزائر، وأيضا هناك فرق أخرى تمثل الراية الجزائرية على غرار شباب الوزداد وفاق سطيف وحتى شبيبة الثورة. إذا حظ موفق لكل أنديتنا سواء في كأس رابطة أبطال إفريقيا أو في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، فنحن دائما معهم وكل من يمثل الجزائر نحن دائما معه أبدا اليوم وغدا. إذن هذا كل ما كان في جعبتي. بالتوفيق للأندية الجزائرية المشاركة، شكرا جزيلا لك زميلي عياشي. شكرا زميلتي أسماء. مشاهدينا الكرام أمسية سعيدة، وابقوا دائما متفائلين، ونذكركم بمباراة اليوم بين منتخب مصر ومنتخب كوت ديفوار التي ستكون منقولة على المباشر على القناة الأولى الجزائرية أكيد على الساعة 5 مساء، فحظ موفق للمنتخب المصري في هذه المواجهة. شكرا جزيلا لك عياشي. بعدما أخذتنا أو أخذتنا في جولة إلى كان، نصطحبك الآن في رحلة اكتشاف فني الطبخ الجزائري لنتعرف على الأكلة الشعبية الصحراوية التاغلا. جانيت، تاريخ وحضارة، وموروثات ثقافية اختص بها أهل المنطقة كتحضير أكلة التاجلة المعروفة محليا بالتاجلة. اليوم قمنا بيعني تقديم طبق من الأطباق التقليدية المعروفة في منطقة جانت اللي هي تاجلة، ومن خلال يعني التعريف بها كما قمنا يعني بتقديمها مباشرة عبر المراحل التي يتم يعني إعداد هذا الطبق من خلال عجن يعني العجينة أولا، ومن بعدها يتم يعني وضعها في تحت الرمال، ومن ثم يعني يتم يعني تكسير التاجلة وإعدادها وتقديمها لأي سائح أو زائر لمنطقة جانت، وهذا يعني داخل في إطار يعني التعريف بالأكلات التقليدية، لأنه كما يعلم الجميع أنه السياحة والصناعة التقليدية يعني تدخل فيها حتى العادات والتقاليد التي تخص المنطقة. هو إرث ضارب في أعماق هوية التوارق الذي يعد من مظاهر التشبث بالعادات والتقاليد في صحراء الفاتنة جانيت. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج هذا الصباح. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق التقني والصحفي الذي خدمكم صبيحة اليوم. إلى اللقاء.